هنذاكر سوا او هنشرح سوا الباثولوجي بتاعت رينال انجري، ممكن نلس سوا الاوبجكتيفز اللي هنغطيها. اول حاجه هنشرح الكلاسيفيكيشن بتاعت الجلوميرولار ديزيز سواء كان برايمري سكندري او هيريديتري. تاني حاجه هنذاكرها سوا هي الرينال فاسكولار ليجنز، وهنتكلم باختصار كده عن كل واحد فيهم، هما مش كتير. بعدين الدايابيتيك نيفروباثي مهمه جدا 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 ومهم جدا نركز فيها. واخر حاجه هنذكرها سوا هي الاكيوت كيدني ديزيز. قبل ما ابدا في الجلوميرولار ديزيز حابه نفتكر سوا الجلوميرولس شكلها عامل ازاي، او الاستراكشر بتاع الجلوميرولس عامله ازاي. انا هنا رسمه مبسطه جدا، هي قد تبان يعني غريبه شويه، بس هي هتساعدني ان انا اوصل اللي انا عايزاه. يعني اول حاجه هنا زي ما احنا شايفين اللي بالاخضر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الافرنت ارتريول. هنا ده الافرنت ارتريول اللي منه البلد هيدخل للجلوميرولس، وهنا الافرنت ارتريول البلد بعد ما بيحصل له الفلتره بيطلع منه. واللعبكه اللي جوه دي بقى دي عباره عن بلود كابيلاريز، هي في الواقع بتبقى فينستريت بلود كابيلاريز عشان تسمح لي ان انا افلتر البلود اللي داخل واطلع الويست برودكتس والحاجات اللي انا مش عايزاها من البلود. البلود كابيلاريز دي بتبقى لايند باي اندوثيليال سيلز. يبقى اول نوع سيلز قلناه هو الاندوثيليال سيلز، مهم جدا نركز في السيلز اللي هقولها كده عشان لما ندخل في الجلوميرولر سيندرومز او الجلوميرولر ديزيزز ونتكلم ونقول انه حصل هايبر سيلولاريتي في كذا، حصل ديبوزيشن في المكان الفلاني، تبقى مركزين ومستوعبين ايه اللي هيحصل بعد كده او هينتج عن كده ايه. تمام، يبقى اول نوع سيلز قلنا هي الاندوثيليال سيلز اللي بتبقى ايه لايننج للكابيلاريز. تمام، بره الكابيلاريز كده في بيزمنت ممبرين. تمام، بيزمنت ممبرين في الواقع لاينج على البيزمنت ممبرين كده في سيلز انا رسمها شبه الاخطبوطات، بس في الواقع انا كان نفسي اطلعها ان هي سيلز ليها بروسيسز كتير. تمام، وعلى فكره لو شفنا تحت الميكروسكوب والله هتطلع شبه اللي انا رسمها شويه. ايه بقى السيلز دي بسميها البودوسايتس. بسميها ايه؟ البودو سايتس. ايه وظيفتها؟ المسافة بين البروسس والتاني بتخلق لي برضو ممبرين للفلترة بيمنع القلب من تمام ان هو يقع مع اليورين ويحصل له فلتريشن. يعني القلب من مهم جدا 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 في الانكوتيك بريشر اللي هو مهم جدا في حاجات تانية جوه الجسم. تمام، يبقى هنا قلنا مين؟ قلنا الاندوثيليال سيلز، قلنا البيزمنت ممبرين بيبقى فين، وقلنا مين البودوسايتس اللي هي بسميها برضو بالمناسبة الفيسرال إبيثيليوم، فيسرال إبيثيليوم أو الفيسرال إبيثيليال سيلز. تمام، قبل ما أطلع برا الكابيلاريز في بتوين الكابيلاري تافت والتانية في المكان ده اللي أنا هحط عليه دايرة بالأحمر، نوع من السيلز بيبقى ليها الأبيليتي إن هي تكونتراكت وتريلاكس، فبالتالي تتحكم لي في وسع مين الكابيلاري، فبالتالي هتتحكم برضو في الجلوميرولار فلتريشن ريت اللي هي بسميها ايه؟ بسميها الميزنجيال سيلز. بسميها ايه؟ الميزنجيال سيلز. يبقى انا لحد دلوقتي قلت 3 انواع من السيلز، الفيسرال ابيثيليوم، الاندوثيليال سيلز، والميزنجيال سيلز. طيب محوط كده الكابيلاري تافت دي كبسول بسميه الباومنز كبسول. بسميه ايه؟ الباومنز كبسول. البومنز كبسول ده معمول من بارايتال ابيثيليال سيلز، بارايتال ابيثيليال سيلز اللي هي باللون الاحمر ده. بين بقى البومنز كبسول والكابيلاريز دي في سبيس، السبيس ده بسميه مين؟ بسميه البومنز سبيس. ده السبيس اللي بيتجمع فيه الفلترت ويدخل بعده على البروكسيمال كونفليوتد تيبيول اللي انا لسه حاطه الصايمه فيها دلوقتي. طيب يبقى انا كده قلت الاندوثيليال سيلز، الفيسرال ابيثيليال سيلز، البارايتال ابيثيليال سيلز، الميزنجيال سيلز اللي بتوين الكابيلاري تافت والثانيه. وبالمناسبه في المكان اللي فيه ميزنجيال سيلز مش بتبقى فيه بيزمنت ممبرين.
يعني دي حاجة كده مش مهمة في الواقع، بس كانت في بالي فقلت أقولها. و يبقى احنا قلنا الاندوثيليال سيلز، البارايتال ابيثيليوم ابيثيليال سيلز، الفيسرال ابيثيليال سيلز، والميزنجيال سيلز. دي حاجه مهمه جدا. طيب ايه اللي انا عاملاه بالاسود ده بين التو ارتريولز؟ ده عباره عن الدستال كونفوليوتد تيبيول. في حاجات كده بنيه انا رسمها بين الدستال كونفوليوتد تيبيول والكابيلاريز او الجلوميرولس. دي عباره عن جوكستا جلوميرولر سيلز او الجاكستا جلوميرولر ابريتس. دي عباره عن ايه؟ عباره عن في الواقع ثلاث انواع من السيلز. سيلز بتديتكت مستوى الصوديوم كلورايد اللي في الدم، سيلز تانية بتطلع لي الرينين وتحفز الرينين انجيوتنسين سيستم وهكذا. فبالتالي ايه؟ تتحكم لي في مين؟ تتحكم لي في البلاد بريشر وفي الجلوميرولر فلتريشن ريت وفي كل الحاجات دي، وفي كمان ايه؟ وسع الارتريولز وعامه البلاد فيسلز. تمام. يبقى انا هنا كان مهم عندي ان نفتكر سوا ونسترجع الجلوميرولز دي معموله من ايه. نرجع بقى للملخص بتاعنا قبل ما نبدا في الجلوميرولر ديزيز. الشباب بتوع الملخصات عاملين حاجه جميله قوي، ان هم بيفكرونا بالتيرمز اللي هنستخدمها بعد كده في شرح الجلوميرولر سيندرومز او جلوميرولر ديزيز. لما اقول جلوميرولونيفرايتس ده معنى انه في انفلاميشن، في سيلولر انفلاميشن حصل في الجلوميرولس. لكن جلوميرولوباثي ده معناه ايه؟ ديس اوردر، مش شرط ان هو يبقى فيه ايه؟ في انفلاميشن. طيب في اربع مصطلحات مهمين جدا برضو، اتنين على مستوى الجلوميرولاي كلهم اللي موجودين في الكيدني، واتنين على مستوى الجلوميرولس الوحده. لما اقول ديفيوز انجري ده معنى انه اكتر من 50% من الجلوميرولاي اللي موجوده في الكيدني حصل فيها انجري او حصل فيها دامج. لما اقول فوكال يعني اقل من 50% من الجلوميرولاي حصل فيهم ايه؟ حصل فيهم دامج. طيب اللي على مستوى الجلوميرولس الوحده لا، اما يبقى جلوبال يعني كل الجلوميرولس حصل فيها دامج، او تبقى بارتس معينه من الجلوميرولس هي اللي حاصل فيها الدامج، وفي الحاله دي بسميها سيجمنتال. يبقى دي مهم جدا نركز لما اقول ديفيوز انجري يعني ايه، ولما اقول فوكال انجري يعني ايه، لما اقول جلوبال انجري يعني ايه، ولما اقول سيجمنتال انجري يعني ايه. لان في حاجات في سندرومز هنقولها اسمها فوكال سيجمنتال، فاسم السندروم هيساعدني ان انا اعرف الليجن تحت الميكروسكوب شكله يبقى عامل ازاي. تمام. ان هو فوكال معناه انه اقل من 50% من الجلوميرولاي اللي موجوده في الكيدني حصل فيها دامج. سيجمنتال يعني ايه؟ يعني بارتس معينه من الجلوميرولس الواحده هي اللي فيها الانجري. طيب قبل ما ادخل الشرح، يبقى احنا هنا اتكلمنا على الديفيوز، الفوكال، الجلوبال والسيجمنتال. نيجي بعد كده نتكلم على الباترنز بتاعه الجلوميرولر انجري. بس ما قبل ما ابدا في الباترنز بتاعه الجلوميرولر انجري، مهم جدا ان انا اعرف ازاي الجلوميرولر انجري بيحصل او بيحصل ليه. عندي في الواقع ممكن يكون بسبب ايه؟ اميون ميكانيزم. لا اما يبقى انسايتو اميون كومبلكس، او يبقى سيركيوليتنج immune complex. اوكي. لا يبقى in situ immune complex glomerular injury ده بيحصل بسبب مثلا immune mechanism. لا اما يبقى in situ immune complex، او ان هو يبقى circulating immune complex. هحاول اكتب بايدي. طيب يعني ايه انسايتو؟ يعني ايه سيركيليتنج؟ انسايتو يعني الانتيجين انتي بودي رياكشن حصل جوه الكيدني، حصل جوه الجلوميرولس. لكن سيركيليتنج ان هو حصل بره اصلا، انه جاي عندي انتيجين انتي بودي كومبلكس اصلا كان ماشي في الدم
ودخل مع الدم وحصل له فلتريشن، وبعد كده حصل له ترابينج في الجلوميرولس ده السيركيليتنج. طيب الانسايتو ده بقسمه لحاجتين، لاما يبقى فيكست او بلانتد. يعني ايه فيكست؟ فيكست يعني مثلا حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ في الجلوميرولس نفسها هي الانتيجين، زي مثلا انتي بودي هيرياكت مع حاجه بسميها الجلوميرولس بيزمنت ميمبرين كولاجين تايب 4 اللي هو بسميه انتي جي بي ام كولاجين تايب 4، ده هيعمل لي فيكست انسايتو اميون كومبلكس. او يبقى بلانتد. يعني ايه بلانتد انتيجين؟ يعني مثلا حصل في انفكشن جوه في الجلوميرولس نفسها، فبالتالي ده بيبقى ايه، في انتيجين في الجلوميرولس، في انفكشوس انتيجين في الجلوميرولس هيلزق فيها مين، هيجي فيها انتي بودي ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن. يبقى الانسايتو قسمناها لحاجتين، لا اما يبقى فيكست الانتيجين هو الجلوميرولس نفسه زي تايب 4 كولاجين او كولاجين تايب 4، او يبقى ايه، يبقى بلانتد ان هو حاجه برضو مش ايه، يعني مش الجلوميرولس نفسها، انفكشوس ايجنت سيستميك لوبس اريثروماتوس برضو ممكن يعمل نفس الحاجه، دراجز هتؤدي الى برضو ان هي تكون لي بلانتد انتيجنز جوه الجلوميرولس، هتحفز مين الانتيجين انتي بودي رياكشن وتعمل لي انسايتو اميون كومبلكس. طب امال ايه السيركيليتنج ده؟ ده الرياكشن بتاع الانتيجين انتي بودي حاصل بره الجسم، والانتيجين انتي بودي كومبلكس حاصل بره، سوري الجلوميرولس حاصل بره الجلوميرولس وماشي في الدم ومشي مع الدم لغايه لما وصل الجلوميرولس، حصل له فلتريشن وبعدين ترابت، حصل له ترابينج في الجلوميرولس. ده السيركيليتنج. السيركيليتنج بقى لاما يبقى الانتيجين اندوجينس زي مثلا تيومر سيستميك لوبس اريثروماتوس، او يبقى اكسوجينس حاجه بره الجسم زي الستريبتوكوكس انفكشنز، او يعني زي مثلا الستريبت بكتيريا، زي الاتش بي فيروس، زي الملاريا، كل الحاجات دي هتؤدي ان هي تعمل لي مين اكسوجينس اميون او سيركيليتنج اميون كومبلكس. يبقى جلوميرولر انجري ممكن تحصل بسبب اميون ميكانيزم اللي هم قسمناهم لحاجتين، انسايتو اميون كومبلكس وسيركيليتنج اميون كومبلكس. الانسايتو اميون كومبلكس قسمناها الفيكست انتيجين او بلانتد انتيجين. فيكست انتيجين حاجه في الجلوميرولس نفسها هي هتاكت از انتيجين، زي مثلا قلنا مين الجلوميرولر بيزمنت ميمبرين كولاجين تايب 4، في انتي بوديز معينه بتروح تهاجمه اللي هي بسميها انتي جلوميرولر بيزمنت ميمبرين كولاجين تايب 4 وتعمل لي انسايتو اميون كومبلكس في الجلوميرولس، او تبقى بلانتد. بلانتد يعني حاجه انفكشوس ايجنتس ضد او جايه عامله انفكشن للجلوميرولس فجت حصل الرياكشن جوه الجلوميرولس، او ان هي تبقى سيركيليتنج اميون كومبلكس. الانتيجين السيركيليتنج ده ممكن يبقى اندوجينس زي تيومرز سيستميك لوبس اريثروماتوس، او يبقى اكسوجينس زي مثلا بكتيريا فيروس ملاريا وهكذا. تمام. طيب بعد ما الاميون كومبلكس تتكون سواء كان انسايتو او سيركيليتنج اميون كومبلكس، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيحصل له ترابينج في الجلوميرولس. طيب فين بقى؟ في كذا مكان بيحصل فيه لوكاليزيشن للاميون كومبلكس. تعال نشوف الصوره دي كده. ممكن هو يبقى تحت الابيثيليوم او تحت البودوسايت زي ما احنا شايفين كده، فيعمل لي حاجه بسميها سب ابيثيليال هامبس، او ان هو يبقى فوق بين البودوسايتس والبيزمنت ميمبرين فيعمل لي حاجه بسميها اي بي ميمبرينس ديبوزيتس، او يبقى تحت زي رقم 3 كده هيبقى تحت مين، تحت الاندوثيليوم بتاع البلود كابيلاري فيعمل لي سب اندوثيليال ديبوزيتس، او يبقى في الميزنجيوم ويعمل لي ميزنجيال ديبوزيتس. طيب الحاجات دي يعني كل الكلام اللي احنا قلناه ده مهم علشان لما اجي اشرح الجلوميرولر سيندروم زي ما موجوده في الملخص هيبقى سهل علينا قوي ان احنا نتخيل الصوره، وهنرجع هنشرح كل سيندروم ونرجع للصوره ونقول الشكل هيبقى عامل ازاي.
طبعا اللوكاليزيشن بتاع المولكيولز او بتاعه الكومبلكس الانتيجين انتي بادي كومبلكس بتعتمد على حاجات كتير، منها التشارج والسايز بتاع المولكيول. مش مهمه يعني، حاجه مش مهمه. طيب نيجي بعد كده نرجع للملخص بتاعنا اللي هو الباترنز بقى بتاعه الجلوميرولر انجري. ممكن يحصل ايه؟ بيزمنت ميمبرين ثيكنينج باي لايت مايكروسكوب. سهل جدا انا اشوف ثيكنينج في الكابيلاري وول. طيب الكترون في الالكترون مايكروسكوب، لا اما اشوف الكترون دنس ديبوزيتس او ان انا اشوف البيزمنت ميمبرين كله حصل له ثيكنينج زي اللي بيحصل في الدايابيتك جلوميرولوسكليروزز. ولما نوصل للدايابيتك نيفروباثي هنعرف ايه اللي بيحصل وليه بيحصل كده. تمام، الحته دي مش واضحه دلوقتي، هتوضح اكتر لما ندخل في الدايابيتك نيفروباثي وفي الجلوميرولر سيندرومز. تاني حاجه الهايبر سيلولاريتي، تاني حاجه عندي هي الهايبر سيلولاريتي. طيب الهايبر سيلولاريتي دي بتبقى ايه؟ increase in cell number in the glomerular tufts، لا اما بتبقى one or more combination of mesangial endothelial cells leukocyte infiltration or formation of crescents، لا اما بيحصل proliferation للmesangial cells او الproliferation ده يبقى endocapillary extracapillary او كريسنس وتكوين بروتينات جديده. طيب اندوكابيلاري يعني ايه اندوكابيلاري؟ ممكن يبقى ايه؟ مين جوه في الكابيلاري؟ الاندوثيريال سيلز، يحصل بروليفريشن للاندوثيريال سيلز او انفيلتريشن بالليكوسايتس. طب اكسترا كابيلاري، زياده السيلولاريتي بتاعه الباومنز سبيس. ازاي هيبقى؟ هيزيد السيلولاريتي عن طريق زياده مين؟ البودوسايتس، يحصل بروليفريشن للبودوسايتس او لمين؟ مين كمان في الاكسترا كابيلاري؟ البارايتال ابيثيليال سيلز، او يحصل انفلتريشن بالمونوسايتس والماكروفاج. كريسنتس دي عباره عن برضو ايه؟ نوع من انواع الاكسترا كابيلاري هايبر سيلولاريتي. الحاجات دي هنفهمها اكتر لما ندخل في الجلوميرولر سيندرومز. طيب عندي حاجه بيسميها ميمبرينو بروليفريتيف، دي كومبايند كابيلاري وول ثيكنينج وميزنجيال او اندو كابيلاري هايبر سيلولاريتي. يعني ايه سكليروزس او هايلينوزس؟ ان هو هيحصل اكيوميليشن للاكسترا سيلولار كولاجينس ماتريكس، السل هترمي ماتريكس براها، فهتعملي حاجه بسميها هايلينوزس او سكليروزس. تمام، يبقى انا دلوقتي كنت بتكلم على الباترنز بتاعه الجلوميرولر انجري. لما يحصل انجري ممكن اشوف ايه؟ ممكن اشوف بيزمنت ميمبرين ثيكنينج، قلنا ان هو ده هيبان باللايت مايكروسكوب از عادي ثيكند بيزمنت ميمبرين او ثيكند كابيلاري وول. سوري، باي الكترون مايكروسكوب بقى لا، ده انا ممكن اشوف الكترون دنس ديبوزيتس، او ان انا اشوف ان البيزمنت ميمبرين نفسه كله حصل ثيكنينج دي تو، يعني اشهر سبب ليه اللي هو الدايابيتك جلوميرولر سكليروزس او هايبر سيلولاريتي. على حسب مثلا الانتي بودي هاجم الميزنجيال سيل هيحصل ميزنجيولايسس انفلاميشن، يحصل مين؟ ميزنجيال سيلز بروليفريشن، هتزيد في العدد، هلاقي اكتر من 4 نيوكلياي موجوده جوه الميزنجيال سيجمنتس الواحده. او ممكن يبقى اندو كابيلاري، قلنا انفلتريشن يبقى انفلتريشن بليكوسايتس، او مين كمان في جوه الكابيلاري؟ الاندوثيليال سيلز. اكسترا كابيلاري، مين بره اكسترا كابيلاري؟ البارايتال سوري الابيثيليال سيلز، سواء كان بارايتال او فيسيرال، او الاقي انفلتريشن بالمونوسايتس او الماكروفاج وتكوين كريسنس. دي بتبقى برضو نوع من انواع الاكسترا كابيلاري هايبر سيلولاريتي. طيب يعني ايه ميمبرين بروليفريتيف؟ ده بيبقى ايه؟ بيبقى كومباينيشن بين حاجتين، يحصل ثيكنينج للوول و او الكابيلاري وول يعني او البيزمنت ميمبرين، ويحصل كمان ايه؟ لا اما ميزنجيال او اندو كابيلاري هايبر سيلولاريتي. قلنا يعني ايه سكليروزس او هايلينوزس اللي برضو ممكن يحصل، ونوع من انواع الباترنز بتاعه الجلوميرولر انجري. سكليروزس او هايلينوزس ان السل ترمي براها مين؟ ترمي براها مس فولدد بروتين او كولاجين. تمام، يبقى ايه هي الباترنز دلوقتي؟ قلنا 4 اللي هي بيزمنت بري ثيكنينج، هايبر سيلولاريتي،
ممبرين بروليفراتيف سكليروزز او هايلينوزز. ممكن نرقمهم كده عشان ايه مش باينه. ادي هنا ده واحد البيزمنت ممبرين ثيكنينج، تاني حاجه الهايبر سيلولاريتي، تالت حاجه ممبرين بروليفراتيف ده عباره عن هايبر سيلولاريتي بيزمنت ممبرين ثيكنينج، رابع حاجه سكليروزز او هايلينوزز. طيب there are two، هنا كاتبين نوت انه اكتر اتنين progressive renal damage هما focal segmental glomerulosclerosis. شايفين الاسم؟ يعني من الاسم اقدر اتوقع الليجن شكله عامل ازاي تحت الميكروسكوب. و tubulo interstitial fibrosis. تمام، ده tubulo interstitial fibrosis ده بره glomerular disease، ده interstitial او tubulo interstitial damage يعني. نيجي بعد كده للجلوميرولر او الجلوميرولر ديزيز. بس قبل ما ابدا شرح الجلوميرولر ديزيز كنت حابه نفتكر سوا الجلوميرولر سيندرومز اللي هما بيتقسموا في الواقع لحاجتين اساسيين، هما ايه؟ النفروتيك سيندروم والنفريتيك سيندروم. النفروتيك والنفريتيك. طيب خليكم معايا كده، ركزوا في الرسمه دي اللي معمول بالاخضر. دي البودوسايتس، ده البودوسايتس. الاحمر ده البيزمنت ممبرين البني اللي جوه، ده الاندوثيليال سيل زي ما احنا شايفين. الكابيلاري بيبقى فينستريتد عشان يسمح لي بالفلتره. البودوسايتس بتبقى ايه؟ المسافات بين البروسس الصغيره عشان تمنع البروتين وتحديدا البلازما بروتين هو يحصل له فلتريشن وينزل مع اليورين. طيب في النفروتيك سيندروم ايه اللي بيحصل؟ بطريقه ما بيحصل انجري للبودوسايتس دي، البودوسايتس بتتعور. تمام، بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها دامج. فبالتالي هلاقي عندي اول حاجه ايه؟ اول وظيفه للبودوسايتس ان هي كانت بتمنع البلازما بروتين ان هي توقع. فايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي في اليورين بروتين اللي هو ايه؟ بروتينوريا اكتر من 3.5 جرام per day في اليورين. بيقع بلاقي بروتين اكتر من 3.5 جرام per day في اليورين. تاني حاجة مين هيقع كمان؟ الالبيومين، فيعمل لي البيومينوريا. تمام، الالبيومين هلاقي البيومين كتير في اليورين ونسبته في الدم هتقل. لما الالبيومين يقل، قلبي وظيفته كانت ايه؟ ان هو بيحافظ لي على الانكوتيك بريشر جوه البلاد فيسل، مفيش قلبي من. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الفلويد هيهرب من الفيسل يدخل التيشوز ويعمل لي حاجه بسميها جنرالايزد اديما. يبقى تالت حاجه عندي هيحصل ايه؟ جنرالايزد اديما. قلبي من وقع، بروتين وقع، من ضمن البروتينات كمان اللي هتقع الانتي ثرومبين. ايه وظيفة الانتي ثرومبين ده؟ وظيفته ان هو بيمنع او بيساعد في السيولة بتاعت الدم. مفيش انتي ثرومبين وقع، هلاقي ان العيان عنده ايه؟ هايبر كواجلبل ستيت، ممكن يدخل في دي في تي وبالمونري امبوليزم. يبقى الشخص اللي عنده نيفروتيك سندروم مين الاساسي اللي بيتأثر؟ هي البودوسايتس هي اللي بتتأثر، بيحصل لها دامج ما بتبقاش موجودة. فايه اللي بيحصل عندي؟ البروتين هيقع في البلود، هيحصل عندي بروتينوريا اكتر من 3.5 في اليورين، بروتين هيقع في اليورين اكتر من 3.5 جرام بير داي. هلاقي بروتين في اليورين، قلبي من نسبته في الدم هتقل، هيزيد قوي في اليورين، بالتالي هيؤدي الى جنرالايزد اديما. انتي ثرومبين هيقل، فبالتالي العيان هيبقى عنده هايبر كواجلابل ستيت. وهيؤدي ممكن يدخل في ايه؟ في دي في تي او بالمونري امبوليزم. حتى الليفر هيحاول يكمبنسيت نقص البروتينات دي، فيعمل لي ايه؟ هيحاول يكون ليبيدز، فهلاقي ليبيديميا، والليبيد دي برضو هتقع في اليوريا فهلاقي ليبيديوريا. يبقى الاثنين، هلاقي ليبيديميا وليبيديوريا. طيب ده بالنسبة لمين؟
ده بالنسبة للنفروتيك سندروم. نيجي للنفريتيك سندروم، مين اللي بيتأثر بقى في النفريتيك سندروم؟ عاملها باللون البينك. النفريتيك سندروم اللي بيتأثر أكتر غالبا بيبقى أنتيجين أنتيبادي كومبلكس هيأثر في الاندوثيليال سيلز. الاندوثيليال سيلز هي اللي هتتعور ويحصل فيها انجري. البلود كابيلري ده جواه ايه؟ جواه بلود، جواه ار بي سيز، وايت بلود سيلز، وجواه كل حاجه. فبالتالي دلوقتي مفيش اندوثيليال سيلز، مين اللي هيقع؟ الار بي سيز والوايت بلود سيلز، ومين كمان؟ وشويه بروتينز، بس اقل من مين؟ اقل من اللي طلعت في النفروتيك سندروم، اقل من اللي طلعت في النفروتيك سندروم. يبقى في النفروتيك سندروم الاندوثيليال سيلز مين اللي هي اللي اتعورت؟ هيؤدي الى ار بي سيز في اليورين، بسميها هيماتيوريا. هلاقي كمان بلاد كاست في على مستوى الميكروسكوب، وهلاقي بايوريا اللي هي وايت بلاد سيلز في اليورين، وكمان شويه بروتينز. طيب دلوقتي الجلوميرولس هيحصل لها ايه؟ كلها هتتعور، هيحصل لها شيدنج داون، فبالتالي الجلوميرولار فلتريشن ريت اللي هيحصل له هيقل. هلاقي العيان عنده هايبر تنشن، بلاد البلاد بريشر بتاعه عالي جدا لانه مفيش فلتريشن، خلاص الجلوميرولاي عماله تتعور ويحصل لها شيدنج داون ومفيش فلتريشن عدل. فايه اللي بيحصل؟ رينال انجيوتنسيس سيستم هيشتغل وهيحصل عندي هايبر تنشن. يبقى كده احنا بشكل عام شرحنا، او يعني باختصار بسيط قوي افتكرنا سوا ايه هو الفرق ما بين النفروتيك سندروم والنفريتيك سندروم. النفروتيك سندروم مين اللي بلاقي بروتينوريا، مين اللي بنتعور البودوسايتس، هلاقي قلبي منوريا والقلبي من في الدم قليل جدا، فبالتالي هيحصل عندي إديمة، generalized edema، وكمان هلاقي عندي ممكن hypercoagulable state، و lipidemia، lipidoria، ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للنفروتيك سندروم. النفروتيك سندروم اللي تعور، اللي مين اللي تعور بسبب antigen antibody complex و inflammation هو مين؟ هو الاندوثيليال سيلز. فبالتالي ال RBCs والwhite blood cells هربت من الدم، وقعت فين؟ في اليورين، وكمان شوية بروتينات بس مش زي النفروتيك سندروم. ده هيؤدي الى انه الجلوميرولار فلتريشن ريت هيقل، وكمان هيحصل عندي هايبر تنشن. طيب تحت كل سندروم من دول في مجموعة من الديزيزز. تعالوا نرجع تاني للملخص بتاعنا ونبدأ نمسك ديزيز ديزيز. اول حاجة هما مقسمينها نون بروليفراتيف وبروليفراتيف. انا هقسمها نفروتيك ونفريتيك عشان تبقى سهلة. هو بالصدفة ان هو برضو اول ثلاثة نفروتيك. اول حاجة عندي وهي ابسط حاجة في النفروتيك سندرومز هي المينيمال تشينج ديزيز. مينيمال تشينج ديزيز الانسيدنس بتاعته غالبا بيبقى طفل صغير. 80% من المرضى بتوع المينيمال تشينج ديزيز بيبقوا اطفال من سن 2 لـ 6 سنين. الباثوجينيسيس بتاعته في الواقع هي بتبقى immune dysfunction ادت الى انه طلع cytokines او circulating cytokines هتروح تعمل damage في مين؟ بما ان احنا قلنا ان هي nephrotic syndrome هتروح تعمل damage للبودوسايتس او اللي هي visceral epithelial cells. يبقى شفتوا عرفنا ازاي انه مهم نعرف ده nephrotic ولا nephritic عشان نعرف الباثوجينيسيس، ونعرف كمان شكله تحت الميكروسكوب هيبقى عامل ازاي. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ الاميون ديسفانكشن ادى الى elaboration of circulating cytokines اللي هتروح تأفكت مين؟ mainly الفيسرال epithelial cells او البودوسايتس. طيب البروجنوزز هي minimal change، من اسمها minimal change، فالبروجنوزز بتاعته كويسة، يعني من احسن البروجنوزز بتاعت يعني هو احسن حاجة اصلا، لان هو بيحصل له complete remission في 75% من الحالات، 20% من الحالات بس بيبقى عندها persistent proteinuria، وفيتل في 5% من الحالات. وكمان الحلو فيه ان هو بيستجيب للكورتيكو ستيرويد. يبقى دي حاجة مهمة جدا في الMCQs ان هو بيستجيب لمين؟ للستيرويد.
تمام. نيجي بعد كده نشوف تحت شكل تحت الميكروسكوب. في الواقع هو مينيمال تشينج، مش بيبان شكل في الميكروسكوب، مفيش تشينج خالص في اللايت ميكروسكوب، بس قد الاقي مين الليب دروبليتس. ليه الليب دروبليتس؟ قلنا ده نيفروتيك سيندروم، في بروتين في اليورين عمال يقع، الليفر يحاول يكمبنسيت يعمل لي ليبيدز، الليبيدز دي تقع كمان هي في اليورين، فممكن الاقي ليب دروبليتس في الكونفليوتد تيبيولز. باي الكترون مايكروسكوب بقى هلاقي انه الفوت بتاعه البودوسايتس حصل فيها مين؟ فيوجن. زي ما احنا شايفين في الاميونوفلوريسنس مفيش اميونوجلوبولين خالص، لان هو مفيش انتيجين انتي بودي رياكشن ولا انتيجين انتي بودي كومبلكس، لا ده هو حصل ديس فانكشن ادى الى الابوريشن لمين؟ للسيتوكاينز. السيتوكاينز دي راحت هجمت مين؟ هجمت البودوسايتس. عملت ايه في البودوسايتس؟ عملت فيوجن للفود بتاعت البودوسايتس، فادى بقى للسيمتومز بتاعت النفروتيك سيندروم. يبقى ده اول حاجه خلصناها، هي مين؟ هي المينيمال تشينج جلوميرولونيفريتس. تاني حاجه الفوكل سيجمنتال جلوميرولوسكليروسس. انا ما عملتش المقدمه دي هباء، من الاسم كده نحاول نفصل الليجن ده هيبقى عامل ازاي. اول حاجه فوكل، يعني ايه؟ يعني اقل من 50% من الجلوميرولاي بتاعه الكدني هي اللي حصل فيها انجري. سيجمنتال يعني اجزاء معينه قوي من الجلوميرولس الواحده هي اللي حصل فيها انجري. سكاليروزز يعني هلاقي سكاليروزز وهايلينوزز، يعني اكسترا سيلولر ماتريكس او كولاجين واقع بره السيل. من قلت اكسترا سيلولرز يعني بره السيل، ماشي. يبقى احنا كده من الاسم عرفنا انا هشوف ايه تحت الميكروسكوب، وعرفنا شكل الليجن ده عامل ازاي. طب نقرا بقى هم عاملين ايه. It is sclerosis of some but not all glomeruli، قلنا اقل من 50% that involves only part of each affected glomerulus segment. الباثوجينيسيس بيحصل ايه؟ بيحصل مين بقى؟ هو نيفروتيك سيندروم، يبقى الانجري هتحصل لمين؟ البودوسايت. هات كوزز بروتينوريا with effacement of the food of the processes بتاعت مين؟ بتاعت البودوسايت. effacement يعني ايه؟ هتبدأ تتقطع وتبعد عن مين؟ عن البيزمنت ميمبرين. هي مفروض الفود بتاعت البودوسايتس موجودة على البيزمنت ميمبرين، يحصل لها effacement، هتبدأ تبعد عن البيزمنت ميمبرين وتتقطع. طيب بروتينوريا is typically non-selective، يعني مش هلاقي بروتين معين في اليورين، لا ده بروتينات بالهبل بالعبيط. these foci of injury had to trap plasma proteins and lipid. زيها زي مين؟ احنا قلنا ايه؟ sclerosis. فهي هتتراب مين؟ انا اسفه لو شكل كده يعني معصب، عشان في حاول اهدي المنظر هذا خط. سكاليروزز او هيلينوزز ده معناه ايه؟ معناه ان انا هعمل ترابينج لبلازما بروتينز وليبيد، وهرمي هيالين بره السيلز وهعمل هيلينوزز او سكاليروزز. these foci of injury trap plasma proteins lipids resulting in formation of hyaline material and development of sclerosis. الانسيدنس بتاعته هو بيبقى اكتر في الادلتس، 10% children و 35% in adults. طيب الكوزز بقى، هو بيتقسم الفوكال سيجمنت جلوميرولونيفرايتس لحاجتين، برايمري وسكندري. برايمري ده مين اللي بيبقى ايديوباثيك؟ ليه بقى ايديوباثيك؟ الشخص عنده ميوتيشن في البودوسين. البودوسين ده عباره عن بروتين موجود في السلت ديافرام او موجود في البودوسايتس، فبالتالي برايمري يبقى مشكله في الشخص نفسه مش حاجه من بره. غالبا بيبقى ايديوباثيك دي تو سايتوكاينز او جينيتك ديفكت، قلنا في مين؟ في البودوسين، ميوتيشن في البودوسين، او ان هو يبقى سكندري. سكندري دي تو بقى ايه؟ يعني نون ديس اوردر، زي مثلا الهيروين ابيوز، اتش اي في انفكشنز، سيكل سيل ديزيز، واوبيزيتي.
وايه وobesity. كمان بقى بيقولي ان هو ممكن يبقى adaptive response to loss of renal tissue، يعني شخص عنده unilateral renal agenesis، يعني عنده كيدني من two kidneys مش موجودة، ضعيفة صغيرة. ايه اللي بيحصل؟ الكيدني التانية بتحاول تكمبنسيت ده، فيحصل لها هايبرتروفي. مين اللي يحصل لها هايبرتروفي تحديدا؟ الجلوميرولاي، فهيؤدي الى زيادة الجلوميرولار بلاد فلو، زيادة الجلوميرولار فلتريشن، اللي ممكن مع الوقت يعمل ايه؟ يعور الاندوثيليال سيلز والابيثيليال سيلز، فيعمل لي ايه؟ انجري للبودو سايتس. بيقولي بقى ان البودو سايتس cannot proliferate after injury. لسوء الحظ ان الفوكال سيجمنت الجلوميرولونفرايتس بيرجع تاني في 25-50% من الحالات اللي عملت رينال اللوجرافت، يعني هي عملت اللوجرافت ورجع لها تاني للأسف، يعني حاجة مش كويسة طبعا. كلينيكالي قلنا ان هو بيبقى نفروتيك سندروم، بس مع الوقت وفي حالات معينة ممكن يبروغرس لمين؟ لنفريتك سندروم، يعمل لي هيماتيوريا ويقلل جلوميرال فلتريشن ريت وهايبرتنشن زي ما احنا قلنا. طالما قلب لنفريتك يبقى خلاص كل السيمتمز بتاعت النفريتك، يبقى هو عنده هاي انسيدنس ان هو يقلب لنفريتك سندروم. البروجنوزس هو بيبقى يقدر يبروغرس لرينال فيلير في اكتر من 20% من الحالات، هو البروجنوزس بتاعه وحش جدا. ان هو اولا ممكن يرجع تاني في الاشخاص بعد ما عملت اللوجرافتنج، ثانيا ان هو بيبروجرس لرينال فيلير، وكمان قلنا عنده هاي انسيدنس لمين؟ للنفريتك سندروم. طيب التريتمنت ان انا هو مش بيرسبونس للستيرويدز، بس انا ممكن ايه ابروتش، ولو في مثلا secondary cause اعالج السكندري كوز ده. يبقى هو focal segmental be response poorly to steroid. The initial approach consists of optimal blood pressure control and the use of angiotensin converting enzyme inhibitors عشان اقلل renin angiotensin system or angiotensin receptor blockers. يبقى هو مش بيتعالج بالستيرويد، بس انا ممكن اعالج الهايبرتنشن ده عن طريق الاس inhibitors او عن طريق angiotensin receptor A بلوكر. طيب شكله تحت الميكروسكوب هعمل ازاي؟ بقى لايت ميكروسكوب طبعا هلاقي ايه من اسمه، ما جيتش حاجه من عندي، فوكال سيجمنتال سكليروزس اند هايلينوس. الكترون مايكروسكوبي مايكروسكوبي هلاقي برضو فوكال ابيثيليال سيل ديتاتشمنت فروم الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين، ان انا هلاقي افيسمنت وديتاتشمنت للفود بروسيسز بتاعت مين؟ بتاعت البودوسايت عن البيزمنت ميمبرين. اميونوفلوريسنس هلاقي نون سبيسيفيك ترابينج للاي جي ام والسي 3. نون سبيسيفيك ترابينج ليه نون سبيسيفيك؟ لانه الاميونوفلوريسنس ممكن يبقى جرانولر ترابينج او لينير ترابينج او نون سبيسيفيك، فهنا بقول ايه نون سبيسيفيك ترابينج. بصوا ملوش شكل معين، نون سبيسيفيك ترابينج لل IgM و C3. نيجي بعد كده لحاجة بسميها membranous glomerio، هو في الواقع مفروض membranous nephropathy مش glomerulonephritis. ليه؟ انهم مبيبقاش فيه inflammation زي ما هم بصوا هم كاتبين فوق مرين glomerulonephritis وبعدين تحت كاتبين definition. membranous means the basement membrane هو اللي affected and pathy means there is no assumption of mean of inflammation. برضو بيتقسم لprimary secondary. primary الكوز يعني ايه؟ idiopathic في 75% من الحالات، ودي primary 75% من ايه؟ من الحالات. الانسيدنس بتاعته تبقى برضو ادلتس اكتر من مين؟ مال تشيلدرن. لكن اول واحد اللي هو مينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس كان ايه؟ كان 80% من الحالات تشيلدرن، لكن هنا من 20-30% قلنا 75% من الحالات تبقى برايمري ايديوباثيك كوز،
الباثوجينسيس ان هو بيحصل ايه، immune mediated mechanism chronic immune complex mediated located on the basal surface of visceral epithelial cells with complement activation. ممكن يبقى against self antigen زي في SLE أو exogenous زي infections drugs أيا كان. ده secondary cause. يبقى primary cause إن هو idiopathic, secondary cause due to مين بقى؟ immune mechanism زي شرحناه في الأول. قلنا immune mechanism ممكن هو in situ circulating وهكذا. هنا بقى مين؟ chronic immune complex mediated هيحصل لها localization تحت الفيسرال epithelial cells على مين؟ على البيزمنت membrane. هيأدي الاكتيفيشن للكمبلمنت سواء كان بقى الانتيجين ده self antigen زي ال SLE او exogenous antigen زي مين؟ زي بقى الدرجز انفكشنز ايا كان. البروجنوزز بتاعته with progressive disease هيحصل glomerulosclerosis 40% eventually بتبروجرس لرينال انسفشنسي بتدخل في رينال فيلير. طيب ما فيش certain cure منه بس انا ممكن اعالج مين؟ اعالج ال secondary cause. In cases with membranous nephropathy is caused by a medication or another disease such as cancer stopping such as cancer يعني another disease such as cancer هعمل ايه؟ هستوب المديكيشن or control the disease usually improve the condition. يعني ما فيش علاج محدد زي ما قلت انا هعالج ال secondary cause. لو كان cancer هعالج cancer, لو كان بسبب الدرج اوقف الدرج. نيجي بعد كده نشوف شكله تحت الميكروسكوب light microscopy هلاقي diffuse capillary wall thickening. نرجع تاني يعني ايه diffuse اللي قلناها دي؟ يعني glomerular كتيرة diffuse capillary wall thickening يعني اكتر من 50% من capillary wall حصل لها ايه؟ حصل لها thickening عن طريق ال PAS stain. طيب الاميونوفلوريسنس هناك في الفوكس سيمنتال قلنا نون سبيسيفيك اي جي ام وسي 3, لا هنا انا هلاقي جرانيولر اي جي جي ابييرنس اند سي 3 along glomerular basement membrane. ده شكلها ايه؟ جرانيولر. تعالوا اوريكم اللينير عشان تعرفوا الفرق ما بين الثلاثه نون سبيسيفيك واللينير. بصوا بيبان قوي الفرق. ده لينير, بص شكله عامل ازاي, بصوا الجرانيولر عامل ازاي. ده جرانيولر, بصوا عامل ازاي جرانيولر, في فرق كبير باين. الكترون مايكروسكوب بقى هلاقي انه من 5 to 10 full thickening of the basement membrane. ده البيزمنت membrane بصوا حصل فيه ايه thickening كده, بسميها sub epithelial deposits. احنا قلنا انه الاميون كومبلكس هتروح تحت مين؟ تحت الفيسرال epithelial cells, فبالتالي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي sub epithelial deposits تحت ال visceral epithelial cells. هلاقي طبعا effacement برضو للfood process بتاعت مين؟ البودوسايت, لان البودوسايت هو ده الفروتك سيندروم. البودوسايت هي اللي اتأثرت basement membrane. يبقى تاني راجع ال membranous nephropathy, قلنا انه 75% من الحالات بتبقى idiopathic mainly بيبقى adult, 10% بس من 5 to 10% بس children. الباثوجينيسيس ان هو immune mediated mechanism سواء كان الانتيجين زي endogenous زي ال SLE او tumor او exogenous زي drugs او infections. البروجنوز بتاعته وحشه ان هو ممكن يؤدي الى renal insufficiency و renal failure. التريتمنت بتاعته ما فيش تريتمنت معينه بس انا ممكن اعالج السكندري كوز اللي هي بتبقى مين؟
لو كان ميديكيشن او قفل ميديكيشن، لو كان كانسر عالجه، لو كان ايا كان هكذا. انا عالج السكندري كوز لي، قلنا بايلات ميكروسكوب هلاقي مين؟ هلاقي ديفيوز كابيلاري وول ثيكنينج. ليه ديفيوز كابيلاري وول ثيكنينج؟ عشان هيحصل ديبوزيشن للانتيجين انتي بودي تحت مين؟ تحت الفيسرال ابيثيليال سيلز. هتعمل لي بالالكترون مايكروسكوب هتعمل لي حاجه بسميها سب ابيثيليال ديبوزيتس، وهلاقي كده انه في البيزمنت ميمبرين في فولدز زي ما احنا شايفين كده. وبالاميونو فلوريسنس هلاقي جرانيولر اي جي اي جي جي ان سي 3 along glomerular basement membrane. بصوا جرانيولر مش لينير كده كلها متصله ببعض، لا جرانيولر. طيب اخر حاجه في النيفروتيك سيندروم هو بيبقى بقى مش نون بروليفراتيف زي التاني، لا بيبقى بروليفراتيف، بيحصل فيه بروليفريشن. هو الممبرينو بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس. الديفينيشن بتاعه alternation in the basement membrane ماشي، و proliferation of glomerular cells and leukocyte infiltration. فاكرين لما في الاول خالص لما شرحنا الباترنز بتاع glomerular injury قلنا ان هو ممكن يبقى فيه membrane proliferative glomerulonephritis، يعني بيحصل thickening للcapillary wall او basement membrane، وكمان بيحصل proliferation cellular proliferation. هو ده membrane proliferative glomerulonephritis. الانسيدنس بتاعته 10% من نيفروتيك سيندرومز في اليونج ادلتس. هو بيتقسم مينلي لنوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده بيبقى بلانتد انتيجين، يعني ايه؟ يعني جي انتي بودي وانتيجين هيحصل لهم فين؟ هيحصل لهم ترابينج جوه الجلوميرولس. انتيجين انتي بودي كومبلكس هيحصل لها ديبوزيشن وكومبلمنت اكتيفيشن. تايب 2 ده بقى بسميه دنس ديبوزيت ديزيز، اصلا هو الكوز بتاعه مش معروف انون لحد دلوقتي، بس بطريقه ما بيعمل ايه؟ بيعمل بياكتيفيت الكومبلمنت باث واي. يعني في بيبقى في كده بيبقى فيه كده O2 antibody against ال C3 convertase enzyme، فبالتالي ايه اللي بيحب بسميه C3 nephritic factor. هيليد لإيه؟ uncontrolled cleavage لل C3 والcomplement pathway activation، فبالتالي بطريقة ما هيأثر على مين؟ على الجلوميرولس. وهو الطريقة دي إلى الآن مش معروفة. يبقى احنا الممبرينو بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس ده بيتقسم تو تايب. تايب 1 ده بيبقى بلانتد اميون كومبلكس، هيحصل له امبلانتي بلانتد اميون كومبلكس، هيحصل له ديبوزيشن في ال جلوميرولس وهيؤدي الى كومبلمنت اكتيفيشن. تايب 2 ده انون كوز بتاع انون بسميه دنس ديبوزيت ديزيز، بيحصل فيه ايه برضو؟ اكتيفيشن الكومبلمنت باثوي بطريقة تانية، alternate complement pathway. قلنا انه بيبقى فيه O2 antibody against the C3 convertase enzyme بسمي C3 nephritic factor هيليد ل uncontrolled cleavage لمين؟ لل C3، وبالتالي activation ل alternative complement pathway. طيب نيجي بعد كده نشوف باللايت مايكروسكوب، هلاقي thickening للكابيلاري وول، وكمان hypercellularity أو membrane proliferative. فبالتالي هلاقي both thickening للكابيلاري loops و proliferation للglomerular cells. Capillary walls walls often have a double contour appearance due to the interposition of cellular element mesangial, endothelial or leukocytes between a reduplicated capillary basement membrane. يبقى هلاقي، يبقى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو capillary wall هيبقى double contour appearance، يعني هيبقى باين ان هو thickened قوي و و و و
متضب يعني مزدوج كده، الكونتور بتاعه مزدوج، عشان هيحصل فيه ايه interposition للاليمنتس الهايبر سيلز الكتيره اللي اتكونت، سواء كانت ميزانجيال اندوثيليالز او انفلتريشن من الليكوسايتس بتوين الثيكند اصلا بيزمنت ميمبرين ده. يبقى الكابيلاري وول هلاقيه ايه، هشوفه اكنه مزدوج، ده اليومن، ده هنا اليومن، هلاقي الكابيلاري كونتور كده اكنه مزدوج. ليه؟ مره عشان البيزمنت ميمبرين هو اللي ثيكند، مره كمان عشان مين؟ عشان الهايبر سيلولاريتي اللي حصل. طيب تايب 2 بقى هلاقي مين؟ هلاقي ميزنجيال بروليفريشن وكمان كريسنس، مهمه جدا. هنشوف الصور بالالكترون مايكروسكوب الاميونوفلوريسنس. تايب 1 هلاقي عندي سب اندوثيليال، خلي بالكوا التاني كانت سب ايبيثيليال، دي سب اندوثيليال، يعني ايه؟ تحت الاندوثيليال الاندوثيليوم هلاقي الكترون دنس ديبوزيتس، تحديدا ديبوزيشن اوف ايه في الاميونوفلوريسنس بقى، ديبوزيشن اوف سي 3 ان جرانيولر باترن. تايب 2 اللي هو بيبقى رير، هلاقي ريبون لايك اكستريملي دنس الكترون دنس ستراكشر والكترون دنس ديبوزيشن اوف انون ماتيريال ان ذا جلوميرولار بيزمنت ميمبرين. وفي الاميونوفلوريسنس هلاقي سي 3 ان ايريجولار جرانيولر في البيزمنت ميمبرين. يعني ايه الكلام ده؟ ريبون لايك يعني شبه، يعني شبه الشريط، تبقى ريبون لايك اكستريم للالكترون دنس، يبقى الالكترون دنس دي مش تبقى ديبوزيتس وخلاص، لا ده بتبقى شبه الشريط متصله كده مع ديبوزيشن لانون ماتيريال. انا مش عارفه الماتيريال ده ايه، تمام. وبالاميونوفلوريسنس هلاقي سي 3 موجوده في ايريجولار باترن او ايريجولار جرانيولر على البيزمنت ميمبرين. يبقى باللايت مايكروسكوب هلاقي كده، بصوا ده اليومن، حاول الفراغات البيضاء ده اليومن، هلاقي اليومن بتاع الكابيلاري قليل قوي، ضعفان قوي. ليه؟ عشان حصل بيزمنت ميمبرين ثيكنينج، وكمان هلاقي انه هنا هايبر سيلولاريتي. بصوا بصوا السيلز كتير ازاي، هنا برضو كاتبين ان هو increase cell و thick capillary wall، وهنا thin capillary wall برضو، يعني هنا اهو increased cell مقشرين وهنا thick capillary wall. بس ده باللايت مايكروسكوب. باي الكترون مايكروسكوب بقى قلنا ان هي ده الاندوثيليوم، ده اليومن، ده اليومن اهو، هلاقي هنا تحت الاندوثيليوم مين؟ electron dense deposition immunofluorescence، هلاقي deposition of C3 in granular pattern. لو كانت type 1 هلاقيها regular، type 2 irregular granular pattern. طيب كده احنا خلصنا النيفروتيك سيندرومز اللي هما كان تحتهم مين؟ minimal change، الفوكال سيجمنتال، الممبرينس نيفروباثي، والممبرينس ممبرينو بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس. تاني حاجه في الجلوميرولار ديزيز هي النيفراتيك سيندروم. اول حاجه هناخدها في نيفراتيك سيندروم هي البوست انفكتيف او البوست انفكتشوس جلوميرولونيفريتس. ده لا اما بيبقى اكوت بروليفراتيف زي البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس او نون ستريبتوكوكال اكوت جلوميرولونيفريتس. ده بيحصل بعد اي انفكشن، مش شرط ان هو يبقى ستريبتوكوكال، زي مثلا بعد ال اتش بي فيروس، الاتش سي فيروس اللي هو الهيباتيتس بي فيروس، الهيباتيتس سي فيروس، او بعد حتى الاستاف. طيب احنا هنا هنتكلم تحديدا عن البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. الديفينيشن بتاعه ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل بعد الستريبتوكوكال انفكشن. ايه اللي بيحصل عندي؟ الستريبتوكوكال انتيجنز زيها زي اي حاجه في البلد هتمشي، في اخر حاجه هتروح تتصفى فين؟ هتتصفى في الكيدني، هيحصل لها فلتريشن، هتعمل ديبوزيشن فين؟
في الجلوميرولس، وبعدين هيجي الانتي بودي ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن جوه مين؟ جوه الكيدني. فالباثوجينيسيس بتاعتها is caused by immune complex formed in the in the kidney from the deposition of streptococcal antigen planted antigen. يبقى ايه الانتيجين هنا؟ ايه in situ الانتيجين antibody reaction in situ. حصل عندي plantation للانتيجين، وبعدين حصل الانتيجين antibody reaction جوه الكيدني. نيجي بعد كده دلوقتي نشوف بقى شكلها تحت الميكروسكوب يبقى عامل ازاي. يبقى definition قلنا ان هي بعد streptococcal infection بتكوز glomerulonephritis associated with nephritic syndrome. يعني ايه nephritic syndrome؟ يعني clinical picture هتيجي بكل الحاجات بتاعت nephritic syndrome، اللي هي اول حاجة hematuria بايوريا اللي هو وايد بلاد سيلز كتيره في الدم، كمان شويه بروتينوريا بس مش زي النفروتيك سيندروم، تبقى اقل اقللان الجلوميرولر فلتريشن ريت، فبالتالي هيؤدي الى اوليجوريا، وكمان ازوتيميا زياده اليوريا اللي في البلد. طيب بعد كده شكلها باللايت مايكروسكوب هلاقي ديفيوز اندو كابيلاري اند سيلولار بروفيليشن، حاجه مهمه جدا بسميها جلوبال هايبر سيلولاريتي. جلوبال هايبر ايه؟ سيلولاريتي. طيب بالالكترون مايكروسكوب هلاقي كده حاجات كلاكيه كده تحت الابيثيليوم بسميها سب ابيثيليال هامبس، زي الصوره مع مشاوره كده سب ابيثيليال هامبس، لان الديبوزيشن بتاع الانتيجين انتي بودي حصل تحت الابيثيليوم وسميها سب ابيثيليال هامبس. الاميونوفلوريسنس هلاقي جرانيولر كده ديبوزيشن للاي جي ام الاي جي جي والسي 3 على البيزمنت ممبرين وفي جوه الميزنجري. طيب البروجنوزس اكتر من 95% من الأطفال اللي بيصابوا بيها بيحصل لهم ريكافيرينج عادي. سهلة جدا نعرف الكيس بتاعة البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس، إن هيجي طفل صغير جاله انفكشن في الفارينكس أو في الستين، بعدها بحوالي أسبوع لأربع أسابيع اللي حصل بدأ عنده حاجات بقى إيه؟ هيماتوريا، زيادة البلاد بريشر، بدأت بقى أعراض النفريتك سندروم. فسهل جدا 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 إن إحنا نعرف الكيس بتاعة البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس، ودي غالبا بتيجي يعني في الامتحانات. تاني حاجة في البروليفريتيف ديزيز، تالت حاجة في البروليفريتيف ديزيز وتاني حاجة في النفريتك سندروم عندي هي الرابيد بروجريسيف جلوميرولونيفريتس، او بسميها كريسنتريك رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفريتس. ليه كريسنتريك؟ هنعرف دلوقتي. الديفينيشن بتاعها دي عبارة عن nephritic syndrome with rapid deterioration of renal function and formation of crescents. يعني ايه؟ يعني هي nephritic syndrome وبتتدهور بسرعة جدا جدا جدا، بيحصل تدهور بسرعة جدا لمين؟ للrenal function. طيب وبيبقى فيها formation للcrescents، هنعرف يعني ايه الcrescents دي. وقالذو بيبقى 50% من الكوز بتاعتها ايديوباثيك من غير سبب، ما نعرفش سببها ايه. طيب الباثوجينيسيس انا عندي في الواقع 3 تايبس منها. تايب 1 ده عبارة عن انتي جي بي ام، انتي جي بي ام ديزيز ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان هو بيبقى فيه انتي بودي بيبقى بيرياكت مع الجلوميرولر بيزمنت ميمبرين. مش بس كده، ده بيكروس رياكت مع البلمونري الفيلر بيزمنت ميمبرين، فبالتالي بيعمل لي سندروم بسميها جود بوستشر سندروم. العيان هيجي يشتكي من اعراض نفريتك سندروم او بلمونري هيموريدج،
يبقى type 1 rapid progressive glomerular nephritis ده بسميه anti GBM disease. ايه الانتي جي بي ام ديزيز ده؟ عيان عنده انتي بوديز ضد مين؟ ضد الجلوميرولار بيزمنت ممبرين اللي بتكروس رياكت مع مين؟ مع البالمونري الفيلر بيزمنت ممبرين. فالعيان هيجي بايه؟ باعراضين، اعراض النفريتك سندروم واعراض بالمونري ديزيز او بالمونري هامورج. ده اول حاجة. بيقولي بقى انه الديزيز ده بيبقى بما انه العيان بيبقى عنده اوتو انتي بادي ضد الجلوميرولار بيزمنت ممبرين كلها، فهلاقي لينير اي جي ام وسي 3 على البيزمنت ممبرين ديبوزيتس على البيزمنت ممبرين زي الشكل ده كده. بصوا شوف الجرانيولر كانت بتبقى منقطه، دي لا ده خطوط موصوله ببعض. تاني حاجة في rapid progressive glomerular nephritis ده بيبقى سميه type 2، ده بيبقى عادي immune complex ايا كان سببه ايه، endogenous exogenous، وراح على الجلوميرولس وادى الى تكوين مين؟ الكريسنس. ايه الكريسنس دي؟ دي عبارة عن hypercellularity لمين؟ للparietal epithelial cells. ده عبارة عن hypercellularity للparietal epithelial cells زي ما احنا شايفين هنا، بشوفها عاملة شبه ال واخدة كده شكل crescentic، فبسميها crescents. لما الparietal cells يحصل لها proliferation هتعمل لي crescents. مش بس كده، هي كمان ممكن تؤدي الى تكوين ايه؟ scleroses. تبدأ ترمي matrix بره السل فتعمل لي ايه؟ scleroses وhyalinosis. تايب 3 ده بقى لا بيبقى فيه اميون كومبلكس ولا بيبقى فيه انتي جي بي ام انتي بوديز، يبقى هو بيبقى كاركترايزد باي ذا ابسنس اوف الانتي جي بي ام انتي بوديز اور اميون كومبلكس باي سيركليت. بس هلاقي سيركليتنج انكا زي اللي بيحصل في الفاسكولايتس. يبقى دلوقتي انا كنت بتكلم على الرابيد بروجريسيف جلوميرولار نيفرايتس. قلنا ان هو ليه رابيد بروجريسيف؟ لان هو للاسف الفانكشن بتاعه الكيدني مره واحده بتتدهور بسرعه جدا. 50% من الكوز بتاعته ايديوباثيك. قسمناه لثلاث انواع. تايب 1 اللي هو بيبقى انتي جي بي ام ديزيز، بيبقى فيه اوتو انتي بوديز ضد الجلوميرولار بيزمنت ممبرين اللي بتكروس رياكت مع البالمونري الفيلر بيزمنت ممبرين. تايب 2 ده بيبقى في اميون كومبلكس عادي، اميون ميكانيزم زي اللي شرحناه في الاول، ايا كان سببها ايه هتروح تعمل ديبوزيشن وتؤدي الى نيفرايتس او نيفراتيك سندروم. تايب 3 ده بقى انا لا بلاقي فيه اميون كومبلكس ولا بلاقي فيه انتي جي بي ام، امال بلاقي فيه ايه؟ سيركيليتنج انكا زي اللي موجوده في الفاسكولايتس. طيب الكلينيكال بيكتشر هي بريزنت باعراض النيفراتيك سندروم، لكن قلنا مع الانتي جي بي ام هلاقي حاجه بسميها جود بوستشر سندروم، ان هيجي عنده اعراض مشاكل في الرئه او بالمونري هيموريدج كمان. يا بريزنت باي هيماتوريا، ريد سيل كاس، مودريت بروتينوريا، هايبرتنشن، اديما. قلنا انه في الجود بوستشر سندروم هلاقي ريكورنت هيموبتسيس او بالمونري هيموريدج. يعني التريتمنت ممكن انا اعالجه بالبلازما فريزز، ستيرويدز، سايتوتوكسيك دراجز، دياليسيس اور ترانسبلانتيشن. ده في الاند ستيج لما خلاص كل اللي قبل كده فشل هعمل ايه؟ دياليسيس و ترانسبلانتيشن. قلنا باي لايت ميكروسكوب انا هلاقي الكريسنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروليفريشن او هايبرسيلولاريتي في البارايتال ابيثيليال سيلز ممكن، وكمان هلاقي عندي انفلتريشن كده، عارفه مش هتبان انفلتريشن للباومن سبيس بمين؟ بانفلاماتوري سيلز. والكريسنس دي ممكن مع الوقت تعمل لي سكليروزس. باي لايت مايكرو باي الامينوفلورسين هلاقي لينير ديبوزيشن على الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، اي جي جي اي جي اي جي جي ديبوزيشن و سي 3.
وباي الكترون مايكروسكوب هلاقي مين؟ البيزمنت ميمبرين مش هلاقيه موجود، هلاقي رابتشر للجلوميرولار بيزمنت ميمبرين، رابتشر للجلوميرولار بيزمنت ميمبرين زي ما مش هيقول في الصورة. اخر حاجة عندي في النفراتيك سندروم سهلة جدا، هي الاي جي اي نفراباثي. ايه اللي بيحصل؟ الشخص ده بيبقى عنده ابنورمال اي جي اي، الاي جي اي عنده بيبقى فيه ميوتيشن شكله مش بيبقى مظبوط، يجي الاي جي ام يهاجم، سوري يجي الاي جي جي يهاجم الاي جي اي ده، يبقى اي جي اي نفراباثي is probably the most common type of glomerulonephritis worldwide. It's the major cause of recurrent hematuria. يبقى دي مهمة جدا، يعني بيبقى فيها recurrent hematuria. الباثوجينيسيس قلنا بيبقى فيه alternation في ال IgA molecule، شكله ما بيبقاش مظبوط، بيبقى abnormal. ال IgA molecule بيبقى abnormal هيليد لمين بقى؟ هيروح يعمل هيحصل له deposition في الميزنجيوم، فبالتالي هيelect immune response. ال IgG هيجي يهاجم ال IgA. الابنورمال اي جي اي ده على اساس ان هو انتيجين، فبالتالي هيؤدي الى الانفلاميشن اللي هيبوظ لي الدنيا بعد كده. انكريز اي جي اي سينثيسز وير سام اوف ات ويل ديبوزيت ان ذا ميزنجيوم دي تو دامينيشد اي جي اي كليرنس كاباسيتي. يبقى دي باثوجينيسيس بتاعته، اما ان هو يبقى ابنورمال او ان هو السينثيسيس بتاعته كتيره او ان الكليرنس بتاعته قليله. طيب باي لايت مايكروسكوب بقى الجلوميرولاي كان appear nearly normal، بس هلاقي mesangial hypercellularity بالimmunofluorescence. هلاقي طبعا مين بقى؟ ال IgA deposition، وطبعا ال C3 ده ال بس ده ده اللي بيعمل لي ال inflammation ال complement activation، يعني هو اللي بيعمل لي inflammation. فبالتالي هلاقي مين؟ هلاقي IgA و C3 deposition. electron microscope هلاقي مين برضو؟ mesangial electron dense deposits. mesangial electron dense deposits يبقى IgA nephropathy. دي اسهل حاجة، شخص عنده abnormal IgA، شخص عنده السنتس بتاعت IgA كتيرة، فبالتالي بيحصل لها clearance يعني IgA كتيرة، بيبقى بعملها فلترة كتيرة، في شوية منها بيحصل لها deposition فين؟ في mesangium وهكذا. لايت مايكروسكوب قلنا ان مش هلاقي حاجه، بس هلاقي ميزنجل هايبرسيلولاريتي. الاميونوفلورسين هلاقي طبعا اي جي اي ديبوزيشن. الكترون مايكروسكوب هلاقي برضو ميزنجل الكترون دنس ديبوزيشن او ديبوزيتس. التريتمنت ذير از نو سبيسيفيك تريتمنت فور الاي جي اي نيفروباثي. ذا جول از تو ريديوس ذا سيمبتومز الكوزد باي الكيدنيز ان ابيليتي تو ورك. يعني ايه؟ يعني انا السيمبتومز اللي عندي هتبقى ايه؟ هتبقى ان انا هعالج بقى البلد بريشر، هعالج الحاجات دي، كل الحاجات يعني اللي نتجت عن الرينال دامج ده. To avoid problem this can cause such as chronic renal failure. يبقى انا هعالج السيمبتومز، هعالج الاعراض عشان avoid البروبلمز اللي ممكن تنتج عني زي الكرونيك رينال فيلير. الكومبليكيشنز بقى patients typically present with gross hematuria. اقدر ان انا اشوف هلاقي انه اليورين بتاعهم كده سموكي براون يورين عشان فيه هيماتوريا. following a respiratory دي حاجه مهمه جدا، او جي اي او يورينري انفكشن. يبقى ده بيحصل امتى؟ بيحصل بعد الريسبيراتوري اي جي اي او اليورينري انفكشن. وخد ناخد بالنا ان هو ده الكوز بتاع الريكارنت هيماتوريا. دي الكي وورد اللي هلاقيها في الكيس هتفكرني ان دي اي جي اي نيفروباثي، ان انا هلاقي ريكارنت هيماتوريا. كل ما الشخص يجيله اي انفكشن ريسبيراتوري جي اي رينال انفكشن هيحصل عنده مين؟ الهيماتوريا دي والنيفراتيك سيندروم ده. كرونيك رينال فيلير بديفلوبس ان 15 تو 40 اوفر ا بيريد اوف 20 ييرز. يعني عنده high incidence ال chronic renal failure. دلوقتي لو شخص عنده أي سندروم أو disease من اللي قلناهم فوق دول وفضل مش حاسس بيها، أو مثلا يتجاهله لغاية لما بدأ الكيدني أغلبها أو معظمها يحصل فيها damage، والدمج مكمل، هيدخل في إيه؟ هيدخل في chronic glomerulonephritis
او اللي هي تعتبر الاند ستيج رينال انجري، الاند ستيج رينال انجري. احنا قلنا انه اي حاجة من اللي فوق لو اتسابت وما تعالجتش ممكن تؤدي الى كده، بس في ديزيزز معينة الانسيدنس بتاعت ان هي تديفولب لكرونيك جلوميرولونيفرايتس تبقى اعلى، زي مثلا الكريسنتيريك جلوميرولونيفرايتس اللي هي بسميها رابيد بروجريسيف، من اسمها رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، الممبرينو بروليفيريتيف، اي حاجه من اللي فوق. بس هنا كاتبين حاجه مهمه انه البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس بي ريرلي بي بروجريس للكرونيك جلوميرولونيفرايتس. طيب الشخص ده هيجي يشتكي من ايه؟ خلاص الكدني ما بقتش شغاله، فبالتالي هيبقى عنده هايبرتنشن فظيع جدا، هيبقى بسبب الازوتيميا واليوريميا عنده بيريكاردايتس، جاسترو انترايتس، انفلاميشن كده كتير، وبسبب طبعا تراكم الويست برودكتس في الدم، وهتبدا تتراكم جوه كمان التيشوز. هيبقى عنده حاجه مهمه جدا اللي هي سيكندري هايبر باراثايرويديزم، اللي هتؤدي بقى لترسيب الكالسيوم في النفرون وتؤدي حاجه بسميها اوستيوديستروفي. تمام. جروسلي بقى شكل الكدني بتبقى عامل ازاي؟ طبعا بسبب الفايبروزز اللي حاصل بتبقى كده ايه شرينكت، وفي الواقع بتبقى كونتراكت بشكل جرانيولر، يعني السيرفس بتاعها ما بيبقاش بقى ناعم وسموث زي ما هو بيبقى طبيعي، لا ده بتبقى جرانيولر كده وبسبب الفايبروزز اللي حاصل مشدوده. طيب هنا بقى ده ملخص جميل قوي لكل اللي قلناه لفوق. مهم يعني بعد ما نذاكر ممكن نرجع كده نراجع في الجدول ده في كل حاجة تقريبا بنفس الترتيب بالضبط اللي احنا مشيناه كده. احنا الحمد لله، لا لسه احنا واحنا بنتكلم على كل سندروم قلنا لكم ان هو، قلت يعني ان هو ممكن يبقى primary او secondary. هنا هم مقسمينها تاني، يعني انا قلتها وانا بشرح بس هم هنا مقسمينها تاني فممكن نتكلم سريعا. secondary systemic يعني secondary to systemic disease ان الانجري او الجلوميرولر سندروم ده او ديزيز حصل بسبب مرض تاني، مش ما كانش primary او ما كانش idiopathic، لا ده بسبب حاجة غالبا بتبقى autoimmune زي systemic lupus erythematosus، ممكن يبقى vasculitis زي البولي انجايتس دي، الجرانيلوماتس بولي انجايتس، الميكروسكوبيك بولي انجايتس، الهينوخ شوانلين بيربرا، ده برضو نوع من انواع الفاسكولايتس اللي بيحصل للسمول فيسلز، عادة بيبقى طفل صغير. الاميليدوزيس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديزيز الشخص اللي يعني بيحصل عنده بيلد اب لبروتين كده بسميه الاميلويد، بيتجمع جوه السيلز فيعمل لي ايه؟ يجي بقى الانتي بودي ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن وهكذا، وانفلاميشن. بكتيريا الاندوكاردايتس قلنا زي الستريبت دي قلناها واحنا بنشرح. دايابيتك نيفروباثي دي مهمه جدا 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 وهنجيلها وهنتكلم عليها بالتفصيل. في الواقع الدايابيتس والهايبرتنشن هما اكتر سببين للنيفروباثي عامه فهنتكلم عنهم باستفاضه. جلوميرولوباثي سكندري تو مالتيبل مايلوما، مالتيبل مايلوما ده شخص عنده تيومر في البلازما سيلز فعنده انتي بوديز بتطلع كتير، الانتي بوديز دي ممكن يحصل لها ايه؟ تروح وتبلد اب في الكيدني وبرده يبدا يحصل عندي ايه؟ يحصل عندي انفلاميشن. الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي دي برده هنتكلم عليها واحنا بنتكلم على الفاسكولار انجري رينال انجري. طيب الهيريديتري ديس اوردرز بقى عندي حاجه بسميها الالبرت سيندروم. البرت سيندروم ده عباره عن اكس لينكت سيندروم، ده الشخص بيبقى جاي عنده ايه؟ الشخص غالبا مش بيبقى شيء بيشوف ولا بيسمع وعنده مشكله في الكدني اللي هي عباره عن ايه؟ هو بيبقى عنده ميوتيشن في الكولاجين اللي موجود او في الجينز اللي بتنكود للكولاجين الموجود في الجلوميرولر بيزمنت ميمبرين، فبالتالي هيحصل عندي ايه؟ الجسم هيشوف الميوتيشن ده على انه انتيجين، هيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ويبدا يحصل عندي ايه؟ نيفريتك، يبدا يدخل في نيفريتك سيندروم، هيماتوريا وهكذا. يبقى الشخص اللي عنده البرت سيندروم يبقى عنده مشكله في الكدني في العين وفي ودان عشان الكيس يعني. طيب
الفابري ديزيز برضو بيبقى اكس لينك ديزيز، وبرضو بيبقى طبعا بما انه اكس لينك ديزيز زي الاربن سيندروم بيبقى مور، الانسيدنس بتاعته بتبقى اكتر في او مور بريفالنت في الميلز عن الفيميل. الفابري ديزيز ده بقى بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده برضو ميوتيشن في الجين اللي بينكود الانزيم بسميه الالفا جالاكتوسايديز انزيم. الفا جالاكتوسايديز انزيم ده انزيم موجود جوه اللايزوزوم، بيكسر حاجه معينه، الحاجه دي ما اتكسرتش هتفضل تبيلد اب جوه اللايزوزوم وجوه السيلز، وبرضو هتبدا تعمل لي ايه؟ انفلاميشن وهكذا، وبرضو تبدا تدخل في ديزيز و تعمل لي نفروباثي. البودوسايت سلات دايفرام دي احنا جبنا سيرتها واحنا بنشرح ايه؟ واحنا بنشرح الفوكال سيجمنتال جلوميرولونيفرايتس. قلنا ده شخص عنده ميوتيشن في البودوسين، البودوسين ده عباره عن بروتين موجود في البودوسايتس، هتبدا يحصل اميون، هيبدا يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ضد مين؟ البودوسين ده، ويبدا يعني البودوسايتس تتعور فيدخل في نفراتيك سندروم ويعمل لي فوكال سيجمنتال جلوميرولونيفرايتس. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا اول اوبجكتيف عندنا وهو الجلوميرولر ديزيز، وفي الواقع هو ده كان اطول حاجه، الباقي مش هياخد وقت خالص ان شاء الله. مهم جدا ان احنا الجدول ده مهم جدا جدا نبص عليه، الفرق ما بين النفراتيك والنفراتيك. احنا قلنا البروتينوريا بتبقى طبعا اكتر كتير في في النفراتيك سندروم، بتبقى اكتر من 3.5 جرام بير دي. الهايبوالبومينيميا بتبقى اكتر فين؟ برضو بما انه البودوسايتس اللي بتتعور فكل البروتينات بتقع، سواء كانت القلبي من البلازما بروتينز او كانت الانتي ثرومبين فهتؤدي الى هايبر كواجلوباثي. الايديما بتبقى برضو بما انه البلازما بروتين وقعت تبقى اكتر فين؟ في النفراتيك سندروم. الهيماتوريا بتبقى اكتر في النفراتيك. الاوليجوريا والهايبرتنشن بتبقى اكتر، الانسيدنس بتاعتها بتبقى اكتر في النفروتيك سندروم، بس النفروتيك سندروم لو اتساب وفي الادفانس كيسز هيؤدي برضو الهايبرتنشن والاجوريا. هايبرليبيديميا وليبيديوريا بتحصل فين اكتر؟ بتحصل اكتر في النفروتيك عشان الليفر بيحاول يكمبنسيت نقص البروتينات دي. نيجي بعد كده لتاني اوبجكتيف عندي هو سهل جدا ومش هياخد وقت خالص، هو الرينال فاسكولار ليجنز. مهم جدا نفتكر ونعرف انه اي ديزيز في الكيدني هيأثر على البلاد بريشر، واي مشكله في البلاد بريشر سواء كانت هايبرتنشن او هكذا او في هتؤثر على ايه؟ هتؤثر على الكيدني. طيب ايه هي الفاسكولار ليجنز اللي هنتكلم عليها؟ حاجه بسميها هايالينو نيفروس كاليروزس، هايبر بلاستيك نيفروس كاليروزس، رينال ارتري ستينوزس، ورينال انفاركتس. اول حاجه هنتكلم عليها هي الهايالينو نيفروس كاليروزس وهايبر بلاستيك نيفروس كاليروزس. طيب دول من انواع يعتبروا في الواقع من انواع مين؟ من انواع الارتريولوس كاليروزس، اللي هو الاسكاليروزس اللي بيحصل في الارتريولز الصغيره. هنبدا باول واحد فيهم هو الهايالينو نيفروس كاليروزس. هايلينو نيفروس كاليروزس من اسمه هايلينو، يعني هيبقى فين؟ هيبقى عندي هايلاين تيشو كده باين في الميكروسكوب او في الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت الكيدني. نيفرو يعني في الكيدني، سكاليروزس يعني يحصل عندي فايبروزس وستينوزس كده لمين؟ للارتريول الصغنون. طيب بيحصل ليه؟ ده شخص عنده بناين هايبرتنشن. يعني ايه بناين هايبرتنشن؟ يعني بقاله فتره كبيره ضغطه عالي بس اقل من 200 على 120، اقل من 200 على 120 بسميها مودريت هايبرتنشن. ايه اللي هيحصل؟ الارتريولز الصغيره دي هتحاول تكمبنسيت زياده الضغط ده الكتير، فهتبدا تزود مين؟ الالاستيك فايبرز اللي عندها. بس هل هي بتصنعها على رواقه ولا هي بتبقى اندر ستريس؟ بتبقى اندر ستريس، فمع الوقت هتبدا ترمي تعمل ميس فولد البروتين يطلع بره السن ويتخزن ويعمل لي هايلاين تيشو، فابدا اشوف الهايلينوزس ده. طيب الهايلاين تيشو اللي متكون ده هيعمل لي ايه؟ هيصغر لي اليومن
وهيخلي كده الوول بتاع الارتريول كبير، فمع الوقت البروفيوجن والدم اللي رايح للكدني هيحصل له ايه؟ هيصغر، هيقل، فبالتالي الكدني مع الوقت هتبدأ تدخل فيه اسكيميا وحجمها يصغر ويحصل لها اتروفي، بتبقى بايلاترال اتروفي. طيب بالنسبة لشكل الكدني من برة بسبب الفايبروزز اللي حاصل، هيبقى برضو خشنة مش سموث زي ما هي، هتبقى اتروفايد وهتبقى قلنا ان هو السيرفس بتاعها بتاع الكدني بيبقى خشن وجرانيلر دي تو فايبروزز. طيب جروسلي هشوف ايه؟ قلنا نفس الكلام انه كدني هتبقى اسكيميك اتروفايد كدني، هتبقى السيرفس بتاعها جرانيلر مش سموث دي تو السكارينج والكونتراكشن بتاعت كل جلوميرولاي. الميكروسكوبيك بيكتشر من اسم الليجن هلاقي مين هايلي نوزز كده زي ما باين هنا، بصوا اليومن بقى، بصوا بقى همسح بقى الدايره اللي انا عملتها، بصوا اليومن صغنن ازاي والول سكند بسبب الهايلي نوزز اللي حاصل. هنا برضو نفس الشيء، بصوا الهيلينوزز واليومن طبعا بيبقى صغران. طيب البروجريشن بتاعه ان هو ممكن يبروجريس لمين؟ طبعا لرينال فيلير عادي جدا على حسب السيفيريتي بتاعه الهايبرتنشن، على حسب الشخص كان عنده دايابيتس ولا لا وهكذا. الكلينيكال فيتشر العين هي عنده ايه؟ هيبقى عنده اوليجوريا عشان طبعا الرينال بروفيوجن قلت بسبب الارتيولز بدات يحصل لها ايه سكليروزز وتقفل اليمين بتاعها يضيق. طيب يبقى تاني ده شخص هي عنده ايه، ده شخص هي عنده بيناين هايبرتنشن او مودريت هايبرتنشن. اللي بيحصل عنده فايبرو الاستيك هايبربليزيا، يعني الالاستيك فايبرز هتحاول هتزيد في العدد عشان از كومبنساتوري ميكانيزم لزياده الضغط ده عليها عشان الارتريول ما يفرقعش. تمام، بعدين هيبدا يحصل ايه بقى؟ يبدا يحصل هايلي نوزز بسبب ان هي بتبقى اندر ستريس وعماله بقى عايزه تزود في الالاستيك فايبرز بتاعتها وهكذا، تبدا ترمي ميس فول بروتين هتعمل ايه؟ هايلي نوزز. شكل الكدني قلنا ان هي بتبقى اتروفايد والسطحها من بره جرانيلر. الميكروسكوبيك ابييرنس من اسمها هلاقي فيها ايه؟ هايلاين كده تيشو، واليومن بتاع الارتريول بيبقى ناروت جدا. والبروجريشن هو عادي ممكن يبروجريس لرينال فيلير على حسب السيفيريتي بتاعه الهايبرتنشن، على حسب الشخص فضل برضو ما عليكش لها بتاشه ولا لا، على حسب كان عنده دايابيتس ولا لا، بيأكسلريت الميكانيزم بتاعت الديفلوبمنت لرينال فيلير. طيب نيجي لتاني نوع بقى اللي هو بسميه هايبر بلاستيك نيفروسكليروزز. في الواقع الشخص ده بيبقى عنده هايبرتنشن بس مره واحده ضغطه زاد بقى فوق ال 200 على 120 اللي هو بسميه مالجننت هايبرتنشن. هنا الارتريول ما بقاش يعني ما لحقش اصلا ان هو يكمبنسيت مع زياده الضغط الرهيبه دي، ما قدرش ان هو يعمل الالاستيك يعمل فايبرو الاستيك هايبرتروفي ويزود الالاستيك فايبرز اللي فيه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الارتريول هيتعور. ارتريول هتتعور، البليتلت هتيجي تتجمع، البليتلت اللي هتيجي تتجمع دي هتطلع لي جروث فاكتور اللي هتزود لي الماسلز السموث ماسلز اللي موجوده في الميديا بتاعه الارتريول. بما انه ال البليتلت اتجمعت فسهل جدا 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 انه يحصل انتروفاسكولار ثرومبوزس، شويه بشويه هيزيد الفاسكولار بيرميبيليتي، شويه في شويه هيبدا يدخل في نيكروزس. تمام، طبعا كل الحاجات دي هتؤدي في الاخر لرينال اسكيميا، وبما انه في رينال اسكيميا فبالتالي الرينين انجيوتنسين سيستم هيبدا يشتغل يؤدي اكسلريت ويزود الطين بلة ويزود برضو الهايبرتنشن، ندخل كده في لوب فظيعة. جروسلي شكل الكدني هيبقى عامل ازاي؟ حاجة كده بسميها فليبتن
appearance نشوف الصورة دي. بصوا اكن ال الكيدني بتبقى حجمها مش شرينك خالص، بيبقى حجمها طبيعي لانه ما لحقتش تكمبنسيت، ما لحقتش ده مره واحده، حجمها بيبقى طبيعي، بتبقى سموث كده، بس في نقط منقطه احمر زي ما السهم مشاوي كده، منقطه نقط حمراء دي تو الهايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروزز. هنا بيقول لك ريد سبوت هايبر بلاستيك ارتيريولوسكليروزز دي تو ان هو الارتيريول الصغيره اتعورت وكده، والدم بدأ يعمل لي المنظر ده. تحت الميكروسكوب بقى هشوف في ايه، في ليجن مميز قوي 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 اللي هو بسميه اونيون سكان ابييرنس. اونيون سكان ابييرنس لو بصينا كده في الميديا بتاعه الارتريول هنلاقي ان حصل فيه هايبر بلاستيك او يعني الماسكولر هايبر بليزيا للسموث مصل الموجودة في الميديا، فهتبان كده شبه البصلة اللي هي ليرز 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 كتيرة قوي من السموث مصل زي ما احنا شايفين هنا كده. وطبعا ايه مفيش اليومن ما بيبقاش موجود، اليومن بيبقى مضيق جدا جدا جدا. يبقى الليجن المهم اللي هنشوفه في الميكروسكوب هو الأونيون سكان أبييرنس، وكمان جروسلي هلاقي مين الفلي باتن ابييرنس، لكن هنا هلاقي الكيدني شرينكد والسطح بتاعها بيبقى جرانيولر كده، والميكروسكوبيك ابييرنس هلاقي هاي لاين. طيب الكلينيكال فيتشر بقى، لا ده شخص هيجي باوليجوريا بروتينوريا هيماتوريا كمان. مهم جدا ان انا اقول بما انه ضغطه زاد مره واحده، فزيادة الضغط مرة واحدة دي هتزود مين؟ هتزود الانتروكرينيال بريشر، هتزود الانتروكيرال بريشر، ممكن يدخل في بابيلي ديما انكيفالوباثي، وممكن الشخص ده مش في الواقع مش هي بروجريس رينال فيلير لانه مش هيلحق، ممكن يموت من انتروكرينيال هيمرج اصلا لو اتساب، لانه يعتبر ايمرجنسي، حاجة ايمرجنسي جدا لازم تتلحق. يبقى الشخص هي ضغطه أعلى من 200 على 120، عنده هيماتوريا بروتينوريا بابيلي ديما انكيفالوباثي كاردي فاسكولار ابنورماليتيز، وفي الآخر هيوصل لرينال فيلير، وممكن أصلا ما يلحقش يوصل لرينال فيلير إنه هيموت قبلها لو اتساب يعني بإنتراكرينيال هيموريج. طبعا البلازما الرينين والأنجيوتنسين والألدوستيرين كل الحاجات دي الليفلز بتاعتها بتبقى في السماء. تاني حاجة يبقى احنا كده خلصنا الارتيريولو سكليروزز اللي بتحصل في الكيدني اللي بسميها نيفروسكليروزز، سواء كانت هايلينو نيفروسكليروزز او هايبربلاستيك نيفروسكليروزز. نيجي بعد كده رينال ارتري ستينوزز، ده بقى هيحصل ستينوزز للارتري اللي رايح للكيدني، الارتري الكبير اللي رايح للكيدني مش الارتريول الصغنن. ده بقى ليه كذا سبب، سواء كان اثيروسكليروزز سواء كان ثرومبوزز اي حاجه. يقولي بقى رينال ارتري ستينوزس ده يونيلاترال رينال ارتري ستينوزس از ريسبونسبل فور من 2-5% هايبرتنشن كيسز، يبقى هي اللي هتؤدي ل من 2-5% من الناس من الكيسز الناس اللي عندها هايبرتنشن. زي ما احنا قلنا انه اي ليجن في الكيدني يؤدي لزياده هايبرتنشن زياده البلد بريشر، واي زياده في البلد بريشر هتؤثر على الكيدني، الاثنين بيأثروا على بعض. الباثوجينيسيس هتحصل ازاي؟ انه الشخص ده عنده اي حاجه ضيقت رينال ارتري اللي جاي من يعني اللي داخل للكيدني، رينال ارتري الكبير مش الارتريول الصغنن بقى، فايه اللي هيحصل؟ البرفيوجن بتاعت الكيدني قلت، الكيدني هتبدا تدخل في اسكيميا، الكيدني تصوت تبدا تطلع الرينين عشان تشغل الرينين انجيتان انجيتانس الستيرين سيستم، فبالتالي هي بتزود الطين بله وبتعمل لي هايبرتنشن يبوظ الدنيا اكتر، ويعني مصيبه مصيبه. فيبدا
الراجل يبقى عنده ايه، او الشخص يعني اللي يصاب بكده يبدأ يبقى عنده secondary hypertension. طب ايه اللي ضيق الرين الارتي؟ اي سبب بقى، اثيروما، زي ما هنا كاتبين اثيروماتس بليك، او فايبروماسكولر ديسبليزيا للرينال ارتري، اللي هو يبدا بقى الـ يحصل ثيكنينج للانتما او الميديا او الادفانتيشيا بتاعت الارتري، تضيق الارتري. اي سبب، اي سبب يضيق الرينال ارتري. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ شكل الكينيا هتبقى عامل ازاي؟ برضو صغنونه وجرانيولار وهكذا بسبب الاسكيميا اللي دخلت فيها. تمام، يبقى هنا the ischemic kidney is reduced in size and shows signs of diffuse ischemic atrophy, diffuse ischemic atrophy with crowded glomeruli, atrophic tubules, بيبقى فيه fibrosis في الانترستيشيوم و focal inflammatory infiltrates. يبقى بعد كده الرينال infarcts. الرينال infarcts في الواقع ان الكيدني هي common sites للانفاركشنز. ليه بقى؟ عشان هي بتستقبل يعني حوالي ربع الكارديك اوتبوت، وكمان كمان كمان الكولاترالز بتاعتها قليلة جدا. فبالتالي وانس ان حصل انفاركشن او وانس ان حاجة اتقفلت للأسف بثرومبوزز او ايا كان، للأسف للأسف مش هتعرف تكمبسيت ده عشان الكولاترالز بتاعتها ايه، قليلة. طيب الرينال انفاركشن ممكن يحصل ليه؟ ممكن يحصل لثرومبوزس، لاما بقى سببه اثيروسكليروزس، فاسكولايتس، ايا كان سبب الفاسكولايتس ايه، زي مثلا بولي ارثرايتس نودوزا او ايا كان. بس اكتر حاجه بتسبب الرينال انفاركشنز هي الامبوليزمز، هي الامبولاي. طيب الميجر سورس اوف امبولاي هو الميورال ثرومبوزس اللي بتتكون على الهول بتاع الليفت اتريوم و ventricle as a result للمايكارديال انفاركشن. اي حاجة بقى ممكن تؤدي الى ايه، ان الثرومبس تتكون وتبعت امبولاي او اي حاجة، اي امبولاي عامة ممكن ان هي بسهولة جدا هتوصل للكيدني، زي الفيجيتاتيف انتوكارديتس، اورتيك انيوريزم، اورتيك اثيروسكليروزس. كل الحاجات دي بيقولي ان هي تؤدي لرينا انفاركشن، بس تبقى less frequent لسورس للإمبولاي. مين أكتر حاجة مهمة جدا ركز عليها؟ هي الميورال ثرومبوزز بتاعت الليفت اتريوم وفنتريكل. في حاجة مهمة جدا مش عارفة هم ليه حطوها تحت في الآخر كده وخط صغنون خالص، هي الثرومبوتيك مايكرو أنجيوباثيز. دي عبارة عن disorders بيحصل للأرتريز الصغنونة، عشان كده بسميها مايكرو أنجيوباثيز. بتؤدي الى ايه؟ تكوين ثرومبس فيها. زي ايه؟ زي الهيمولاتيك يوراميك سندروم. الهيمولاتيك يوراميك سندروم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن غالبا بيبقى طفل او ادلت جاله بكتيريال انفكشن، سواء كان شجل او اي حاجة او ايكولاي، طلعت بقى ايه الشيا توكسنز بتاعتها، هتؤدي لايه؟ للهيمولاتيك يوراميك سندروم ده. يعني ايه بقى بتعمل ايه الشيجا توكسين دي؟ الشيجا توكسين دي عبارة عن توكسين بيهاجم الار بي سيز، بيكسرها ويعمل لي الشاستوسايتس، بعدين بالتالي يعملي حاجة بسميها intracellular hemolysis. intracellular hemolysis دي بتأدي إلى إيه؟ بتأدي إلى أنيميا ألالين الار إيه ده؟ ألالين الار بي سيز. وبعدين عندي ده البلود فيسل الصغنون اللي هو السمول ارتري، هيجي الشيجا توكسين هتعمل endothelial injury للسمول ارتري، هتبدأ تتجمع مين؟ دي الاندوثيليال سيلز، هيحصل فيها انجري، هتبدا تتجمع البليتلتس كده وتبدا تعمل لي ثرومبوزز وبليتلت بلوج. فبالتالي مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ عدد البليتلتس اللي في الدم هيقل بسبب الاوفر كونسامشن بتاعه البليتلت،
فهلاقي ان الشخص ده عنده ايه، عنده انيميا، عنده ثرومبوسايتوبينيا، وبالتالي بسبب تكوين البليتلتس والثرومبوزز الكتيره دي ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل، مين عندي سمول ارتري، الارتريز بتاعت مين، بتاعت الكدني، فبالتالي هيحصل له عنده يريميا، اديته الاكيوت رينال انجري اللي هتحصل. تمام، في الواقع اللي انا شرحته حاليا ده بسميه التابيكال، وانا ليه المره دي عامل كده، تابيكال هيمولايتيك يوراميك سيندروم او يوراميك سيندروم. عندي حاجه تانية الاي تابيكال يوراميك سيندروم، ده في الواقع بيبقى شخص كبير ما حصلوش قبلها دايريا، يعني ما حصلوش انفكشن، ده بيبقى انهيرتد. ايه بقى اللي عنده؟ عنده مشكله في الريجيليشن او بتاعه الكومبلمنت، فبيبقى عنده كومبلمنت ميديتد اندوثيليال انجري مش بسبب الشيجا توكسين اللي جايه من الاستريشيا كولاي او الايكولاي. ده اول حاجه في الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثيز. في حاجه تانية اللي هي بسميها الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبانيك بيربرا. دي ايه بقى؟ دي عباره عن ايه؟ ده شخص عنده ديفكت في الكليفج بتاعه الفولفال فان فاكتور، فبالتالي الفولفال فان فاكتور باين على طول من غير انجري ومن غير حاجه، تيجي البليتلت تمسك فيه ويحصل عندي ايه، ثرومبوزز، وبرده البليتلت يعني عشان كده سميها ثرومبوتيك اول تي. طب ليه ثرومبوسايتوبانيك؟ ان انا عماله استخدم بليتلتس كتير عشان اعمل ثرومبوز، فبالتالي الاوفر كونسامشن بتاع البليتلت هيؤدي الى قلالان عددها، فتؤدي برضو الى ثرومبوسايتوبينيا. وبنفس الميكانيزم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي الانجيوباثي دي بنفس الميكانيزم بتاعت اللي انا قلتها من شويه. فبالتالي الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثيز دي ممكن تؤدي لمين؟ لرينال انجري. ازاي؟ عن طريق ان هي تعمل لي انفاركشنز، وفي هتضيق لي، هتعمل لي طبعا ثرومبوزز في الارتريز فتؤدي الى رينال انفاركشن. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الهيمولايتيك يوراميك سيندروم، واتكلمنا عن حاجه تانية سميناها ثرومبوسايتوبانيك بيربرا. كان في حاجه عايزه اقولها عشان قد تكون مش واضحه، لما اتكلمنا على الفايبروماسكولار ديسبليزيا انا يعني ما اتكلمتش فيها باستفاضه قوي عشان هي مش موضوعنا، بس المهم نعرف ان هي حاجه مش لا هي اثيروسكليروتيك ولا هي انفلاماتوري ديزيز، ده عباره عن حاجه كده انهيرتد، تبقى عنده مشكله او يعني ديس اوردر بيسيب الماسكليتشر بتاعه الميديم سايزد ارتري، هتؤدي بقى لتكوين ستينوزز، انيوريزمز، ديسكشن للارتريز اللي قد تؤدي لرابتشر، ولو كانت في سين اس هتؤدي الى انتروكرينيال هيموريج ورينال انجري. تمام، يعني هي دي حاجه مش يعني مش محتاجينها قوي، بس عشان ما بقاش يعني ايه عندي معلومه وما قلتهاش. يبقى كده الحمد لله احنا خلصنا تاني اوبجكتيف هو الفاسكولار رينال انجري، قلنا ان هو ممكن يبقى ارتريولوسكليروزز او نيفروسكليروزز يعني، او ممكن يبقى رينال انفاركشن، قلنا اسباب الانفاركشن غالبا بتبقى امبولاي جايه منين، من الميورال امبولاي او من النيورال سوري ثرومبوزز، او ممكن هي تبقى اللي هي ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي زي اللي بتحصل في الهيمولايتيك يوراميك سيندروم اللي غالبا بيجي الطفل بسبب بعد تعرضه للاستريشا كولاي كل اكل ملوث او ايا كان جاله دايريه، بعدين ده يعني السيناريو هي كده جاله دايريه وبعدين بدات تحصل عنده الاعراض بتاعه الهيمولايتيك يوراميك سيندروم، او ان شخص اصلا عنده مشكله في او تاني سبب اللي هو اتيبيكال هيمولايتيك يوراميك سيندروم، ان هو ده حاجه انهيرتد، مشكله في الريجيليشن بتاعه الكومبلمنت، فيحصل يبدا الكومبلمنت يهاجم الاندوثيليال سيلز وتعمل لي اندوثيليال انجري، او مثلا تاني حاجه قلناها هي الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبانيك بيربرا، قلنا ان ده شخص عنده الفولفال فان فاكتور مش بيتكسر، فبالتالي هيبدا يحصل عنده ايه، ثرومبوزز كتيره تؤدي الى رينال انفاركشن.
نيجي بقى للكبير بتاعنا اللي هو الديابيتك نيفروباثي. في الواقع اكتر سببين بيؤدوا للرينال انجري هما الهايبرتنشن والديابيتك نيفروباثي، دول اكتر سببين بيوصلوا كمان للكرونيك رينال ديزيز واند ستيج رينال انجري وخلاص ورينال فيلير. طيب انا مش عايزه اخد وقت في الديابيتك نيفروباثي، هي سهله جدا وفي نفس الوقت هي اهم حاجه واكتر سبب يؤدي الى مين، الى الرينال انجري. طيب عشان كده مهم جدا ان انا الحقها في الاول عشان انا امنع البروجريشن بتاعها وامنع ان انا اوصل وابريفنت الاند ستيج كيدني ديزيز. طيب تعالوا معايا بقى نفتكر ازاي او نعرف ازاي الدايابيتس بيأثر على الكيدني او ازاي هيأثر على الكيدني. مهم جدا ان نعرف ان الدايابيتس بيعمل حاجة بسميها مايكروفاسكولار انجري وماكروفاسكولار انجري. مايكروفاسكولار انجري دي بتبقى على مستوى النفرونز، على مستوى الريتنا بتاعة الاي، على مستوى النيورونز، لكن ماكرو بقى دي بتبقى على مستوى الكارديفاسكولار سيستم والسي في اس والحاجات الكبيرة دي. طيب تعالوا بقى نفتكر سوا النفرون او الكيدني عاملة ازاي. انا للأسف كنت مسجلة وبعدين تسجيل بوز فنرجع تاني من الاول. هنا دي النفرون بتاعي اللي هعمله، ده النفرون بتاعي، هنا الافرنت ارتيول اللي جايب البلود والافرنت ارتيول وهكذا، ده البروكسيمال كونفيوتد تيبيول لوب اوف هانلي، الديستال كونفيوتد تيبيول كولكتنج دكت، هنا بقى دي الكابيلاري تافتس بتاعتي، نقول ده الافرنت ودي الافرنت، يعني البلود هيدخل من هنا يمشي في الكابيلاري بتاعتي وهكذا بالطريقه اللي احنا عارفينها، يعني مش محتاجه شرح. طيب الشخص اللي عنده دايابيتس، يعني ايه دايابيتس؟ سواء كان تايب 1 او تايب 2 ايا كان السبب ايه، عنده هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا جلوكوز كتير في الدم، هيعدي الثريشولد بتاعته وهيبدا ينزل فين، في اليورين، فبالتالي هبدا اعدي جلوكوز من الكابيلاري بتاعتي والجلوكوز اللي انا بعمله بالازرق ده هيبدا يعدي. الجلوكوز ده هيعدي كده لوحده؟ لا، في الواقع هو هيبدا يسحب مين، هيبدا يسحب معاه ميه، هيبدا يسحب معاه مين، ميه اللي انا كتبتها H2O، يعني هيبدا يسحب معاه ميه. عشان اقدر ان انا اسحب ميه فانا ده معناه ان انا عايزه ازود مين، عايزه ازود الجلوميرولر فلتريشن ريت، عشان عايزه مين، ازود اسحب ميه، الجلوكوز ده هيسحب ميه كتير، فبالتالي انا عايزه ازود الجلوميرولر فلتريشن ريت. هزود الجلوميرولر فلتريشن ريت ازاي؟ ان انا هشغل الرينين انجيوتنسين سيستم. الرينين ده لما بيشتغل في الواقع هيعمل لي دايليتيشن للافرنت ارتريول وهيعمل كونستريكشن للافرنت ارتريول عشان ازود البلود اللي داخل لمين، للنفرون، عشان ازود البلط اللي داخل للجلوميرولس، فهعمل دايليتيشن للافرنت ارتريول اللي منه بيدخل البلط وهضيق مين، هضيق واعمل كونستريكشن للافرنت ارتريول عشان ازود الجلوميرولر فلتريشن ريت. هل هو رينين انجيوتنسين سيستم هيزود جلوميرولر فلتريشن ريت بس؟ لا، ده كمان هيزود لي مين، البلط بريشر كلها، هيؤدي الى هايبرتنشن، يعني سيستميك هايبرتنشن كله، غير اصلا الدايابيتس بيعمل سيستميك هايبرتنشن بسبب مين، بسبب الاثيروسكليروزس، وان هو الجلوكوز بيعمل دايركت انجري للفيسلز، كل ده بيؤدي الى مين، في النهايه الى هايبرتنشن. الهايبرتنشن ده بقى هياثر على الجلوميرولايز ازاي؟ انه زي بالطريقه اللي احنا قلناها قبل كده في الجلوميرولر سيندرومز والجلوميرولر ديز، غير كده انه هلاقي حاجه سبيسيفيك قوي للدايابيتس، هتبدا الميزنجيوم يشتغل ويبدا يعمل بروليفريت ويبدا يحصل له ميزنجيال اكسبانشن. الميزنجيوم اللي بتوين اللي انا هرسمه مثلا بالاصفر ده، اللي بتوين كابيلاري تافت والتانية، هيبدا يحصل له ايه، اكسبانشن كده ويوسع. في الاول هيبقى ديفيوز، يعني كل الميزنجيوم كده حصل له اكسبانشن، ماشي، والميزنجيوم بيحصل له اكسبانشن، البروسيسز بتاعه البودوسايتس اللي المسافات ما بينها وبين بعضها هتبدا توسع. طب هي كانت ايه وظيفتها؟ ان هي بتمنع البلازما بروتين ان هي تقع، بتمنع البروتينات ان هي تقع، فبالتالي هلاقي مين، هلاقي بروتينوريا، لان البروسيسز المسافات ما بينها ما بقتش مظبوطه بسبب الاكسبانشن بتاع مين، بتاع الميزنجيوم. هيبدا الميزنجيوم الاكسبانشن ده يبدا يتجمع
مع بعض ويعمل لي نوديولز. النوديولز دي برضو دي بقى دي بتبقى ليجنز سبيسيفيك قوي 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 للدايابيتيك نيفروباثي، بتبقى سبيسيفيك قوي لو شفتها تحت الميكروسكوب بتبقى باينه جدا. وهنشوف صوره، انا جايبه صوره للبروجريشن بتاع الجلوميرولار ديز من الناتج او النيفروتيك جلوميروسكليروزس بيبقى عامل ازاي. بدات النوديولز دي تتجمع، الميزنجيوم اللي زاد ده وحصل له اكسبانشن بيطلع لي سيتوكاينز وجروث فاكتور، اتنين نوعين من الجروث فاكتور، واحد بسميها ترانسفورمينج جروث فاكتور والتاني بسميه مين، بسميه فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور اللي بيعمل لي انجيوجينيسيس ويزود لي الانفلاماتوري سيلز اللي رايحه. شويه بشويه هلاقي مين، هلاقي كابيلاري ناروينج، وبعدين هيبدا يحصل سكاليروزز الكابيلاري دي وهايلينوزز. تعالوا نشوف الصوره سوا. ايه ده اهي، هنا اللي في الصوره دي رقم ايه، ده النورمال جلوميريلس زي ما احنا شايفين، ده الباومنز كابسول والباومنز سبيس والنورمال جلوميرولاي عادي جدا. هنا اللي باللون البينك ده بدات ايه يحصل ديفيوز زي ما احنا شايفين، ميزنجيال اكسبانشن، الميزنجيوم بدا ايه بدا يحصل له اكسبانشن ويزيد كده. في الصوره رقم سي نبدا نلاقي نلاحظ كده نوديولز، ان الميزنجيوم بدا يتجمع في البريفري بتاعه الجلوميرولاي، بصوا بدا يحصل له ايه يتجمع مع بعضه. دي بقى النيديولز بقت باينه جدا وبقت ديفايند، يعني انا اقدر احوطها بدايره كده، بصوا بقت ديفايند جدا. في الصوره رقم ايه بقى هنا اللي مشاور عليها السهم في البخره دي، مش لا ده مش الاكسبانشن بتاع مين، بتاع الميزنجيوم، ده الكابيلاري، بس الكابيلاري حصل له ايه، حصل له هايلينوزز وسكاليروزز زي ما هو باين في الصوره كده. اف حصل بقى ايه، بقى إيه كل الجلوميرولاي، هل انا شايفها كابيلاريز؟ مفيش كابيلاريز خلاص، كلها هايلينوز، الجلوميرولاي كلها باظت. انا همسح دي عشان تشوفوا تاني الصوره واضحه. ايه دي النورمال جلوميرولاي، بي بدا يحصل ديفيوز جلوميرولوس كاليرو سوري ميزنجيال اكسبانشن، سي بدات النيديولز الميزنجيوم يتجمع في نيديولز، دي ديفايند نيديولز باينه جدا 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 في الصوره عندي كده. اي اي بدا بقى يحصل هايلينوزز لمين، لل الكابيلاريز بلاد كابيلاريز، اف ال الجلوميرولاي كلها حصل لها سكليروزز. نرجع بقى لملخصنا الجميل، انا تاني نفتكر مع بعض ان الدايابيتس بيعمل تو انجري اللي هو مايكرو انجيوباثيز وماكرو انجيوباثيز. مايكرو انجيوباثيز دي بتبقى على مستوى النفرون الريتينا اوف ذا اي والنيورنز، ماكرو انجيوباثي دي بقى بتبقى على مستوى الكارديوفاسكولار سيستم السيريبرو فاسكولار سيستم والبريفرال فيسلز والبريفرال فيسلز بتاعه الاكستريميتيز. تمام. يبقى هنا دلوقتي بالنسبه لي الرينال الانجري هتبقى على مستوى ايه، على مستوى الجلوميرولاي، على مستوى التيبيولز، على مستوى الانترستيشيوم، وعلى مستوى الرينال فيسلز. بالنسبه لي الجلوميرولار ريجنز احنا قلنا انه هيعمل ايه، جلوميرولوسكليروزز، هيبقى ديفيوز ميزنجيال سكليروزز ده على مستوى كل الجلوميرولاي، وبعدين ممكن الاقي حاجه بتبقى اسميها نوديولار جلوميرولوسكليروزز، ان الميزنجيوم هيبدا يتجمع كده في نوديولز، تبقى دي حاجه سبيسيفيك جدا جدا للدايابيتس بسميها كامل ستيل ويلسون ليجن، دي بتبقى كاركترستيك جدا لمين، لدايابيتس. يبقى احنا قلنا بيبقى فيه ديفيوز يعني في كل الجلوميرولاي ونوديولار جلوميرولوسكليروزز بسبب الهايبرتنشن اللي حاصل، كمان هيحصل فاسكولار ليجنز، هيحصل ايه، هيحصل ارتريولوسكليروزز، هيحصل ارتريولوسكليروزز بسبب الهايبرتنشن. طيب وبسبب الجلوكوز نفسه بقى ان هو بيعمل دايركت انجري للفيسل هيحصل اثيروسكليروزز، رينال اثيروسكليروزز. طيب تحديدا بقى المور سبيسيفيكلي الدايابيتس هو الايفرنت ارتريولوسكليروزز. تمام كمان قلنا ان بيحصل انفلاميشن لمين، للانترستيشيوم والتيبيولز، وهيؤدي الى بايلونيفرايتس. بايلونيفرايتس يعني انفلاميشن الانترستيشيوم بتاع مين، بتاع النفرون او بتاع الكدني. تمام مهم جدا كمان
انه مع الميزنجيوم ان هو بيحصل له هايبر سيلولاريتي بيحصل له اكسبانشن بيحصل كمان ثيكنينج للجلوميرولر بيزمنت ممبرين, وده كل الحاجات دي بتؤدي الى في النهايه مين سيفير نفروتيك سندروم. وشرحنا ازاي البروتينوريا بتحصل انه لما بيحصل اكسبانشن للميزنجيوم تاني بنرجع سوا اهو البودوسايتس المسافات بتاعه البروسيسز بتوينها بتوين بعضها ايه اللي هيحصل لها هتبدا تكبر فبالتالي البروتين هيبدا يقع. السيمتومز بتبقى اعراض مين بتبقى اعراض الدايبيتس عادي جدا مع نفروتيك سندروم مع مين مع النفروتيك سندروم. طيب في الاول ممكن ما يبقاش في سيمتومز واضحه قوي ما بتبقاش واضحه قوي, بعدين مع السيفير كيسز او في الليتر ستيجز هبدا بقى الاحظ مثلا بروتين في اليورين, هلاقي مثلا سويلينج وكل والفيت والانكلز والحاجات دي اصلا اعراض الدايبيتس عادي. طيب نيجي بعد كده نتكلم على الباثوجينيسيس ازاي بقى الجلوكوز هيعمل كل المشاكل, زيادة الجلوكوز هتعمل ازاي كل المشاكل دي. طيب الجلوكوز يبدا يعمل ايه, يتفاعل مع البروتينات بتاعه الفيسلز ويبدا يكون لي عن طريق نون انزيماتيك رياكشن ويبدا يكون لي حاجات بسميها ادفانس جلايكيشن اند برودكتس. ادفانس جلايكيشن اند برودكتس, الادفانس جلايكيشن اند برودكتس دي ليها ريسبتورز على الانفلاماتوري سيلز على الاندوثيليال سيلز على الفاسكولار سموث ماسل سيلز, فهتبدا الادفانس جلايكيشن اند برودكتس تبدا بقى تروح للريسبتورز دي وتلزق فيها وتطلع لي ايه, تطلع لي سيتوكاين زي ايه ترانسيتوكاينز زي ما قلنا انه هي هتريليز الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا, ده مهم جدا في الانفلاميشن, ده اللي بيعمل لي ثيكنينج للبيزمنت ميمبرين بيعمل لي اكسبانشن و بروتين ديبوزيشن في مين في الميزنجيوم, وكمان حاجه بسميها فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور ده اللي بيعمل لي الانجيوجينيسيس, وبالتالي بما انه في اتكون فيسلز جديده او سوري ما بتبقاش بس بتبقى كابيلاريز غنونه جدا بيزود لي مين الانفلاماتوري سيلز انفلتريشن للليجن, فبالتالي كل ده بيزود الانفلاميشن, مش بس كده كمان بيطلع لي رياكتيف اوكسجين سبيشيز بتبوظ الدنيا وتزود لي البرو كواجولانت اكتيفيتي. طيب عورت الفيسل هيبدا يحصل عندي مثلا ترابينج للو دنسي لايبوبروتين ادخل في اثيروسكليروزز او ترابينج للالبومين ادخل في بيزمنت ميمبرين ثيكنينج ويتش از كاركترستيك في الجلوميرولوسكليروزز او في الدايابيتيك مايكرو انجيوباثي. طيب في حاجه مهمه جدا اللي هي بسميها السوربيتول باثوي, السوربيتول باثوي دي عباره عن باثوي منها بحول الجلوكوز لفركتوز, بس دي مش تبقى شغاله على طول. ليه مش تبقى شغاله على طول؟ هي في الواقع باثوي من تو رياكشنز بس, انا جايباها هنا في صوره عشان سهل الشرح. اه رياكشن سوري باثوي من تو رياكشنز بس, هي بتحول الجلوكوز لفركتوز بس, هي بتبقى شغاله على طول عشان الانزيم اللي بيشغلها بيبقى عنده لو افينيتي للجلوكوز وهاي كي ام, فبالتالي هو بيحتاج كونسنتريشن عاليه او من الجلوكوز عشان يشتغل. هيبدا الجلوكوز يتحول لسوربيتول عن طريق الالدوز ريدكتيز انزيم, الالدوز ريدكتيز انزيم ده هيستخدم الناد بي اتش يعمل ايه عشان يكون لي السوربيتول, ومن السوربيتول هستخدم انزيم بسميه سوربيتول دي هيدروجينيز انزيم عشان اعمل الفركتوز. طيب جميل قوي لحد هنا, جميل قوي. في اماكن في الجسم زي الريتنا بتاعت الاي, زي النفرنز بتاعت الكدني, زي النيورنز ما عندهاش السوربيتول دي هيدروجينيز انزيم, فبالتالي لما يتكون عندي السوربيتول هيبدأ يتراكم ومش هعرف احول وكون الفركتوز, فده اللي هيؤدي الى الريتينوباثي اللي بتبقى اسشييتد مع دايبيتس, هيؤدي الى النيوروباثي اللي بتبقى برضو اسشييتد مع دايبيتس, ويؤدي كمان لمين للنيفروباثي. طيب يبقى زي ما احنا قلنا وهعمل ديبليشن لاد بي اتش, اللو بقى كونسنتريشن بتاعت النت بي اتش عشان انا استخدمتها في تكوين السوربيتول اللي معرفتش احوله بعد كده الفركتوز, ايه اللي هيحصل؟ مش هعرف اكون الجلوتاثيون, الجلوتاثيون ده انتي اوكسيدنت, فبالتالي مفيش جلوتاثيون
هيزود السستبتبلتي للاكسيديتيف ستريس وهبوظ الدنيا اكتر. كل ده بسبب ان انا استخدمت النات بي اتش في حاجه اصلا ما كانش معرفتش اكملها. تمام. غير كده انه الهايبر جلاسيميا دي بتزود الداي اسايل جليسرول عن طريق اللي هو بيبقى عباره عن انترميديت في الجلايكوليسيس. الداي اسايل جليسرول ده هيبدا يعمل هي اكتيفيت البروتين كاينيز سي اللي هيزود لي برضو سايتوكاينز زي مثلا الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور وهيزود لي الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا اللي قلنا برضو الفانكشن بتاعته هيأثر ازاي او الباثوجينيسيس بتاعته وهيشتغل ازاي. يبقى هنا برضو بيعيد شكل الليجنز بتبقى عامله ازاي. الميزنجيال اكسبانشن انديوس باي هايبرجلاسيميا قلنا ازاي. سكند اللي هو الثيكنينج بتاعه الفاسكولار جلوميرولار بيزمنت ميمبرين. ثالث حاجه الهايبر تنشن قلنا ان هي بتحصل ازاي بالتفصيل اتكلمنا عليها وقلنا ان هي في الاخر ممكن تؤدي الى هايلاين ناروينج والهايلاين ناروينج ده برضو هيؤدي الى زياده الانترالينال بريشر. طيب الريسك فاكتور طبعا ان هايبر جلايسيميا الهايبر تنشن بينج سموكر هاي بلاد كوليسترول هيستوري اوف ا فاميلي هيستوري اوف دايابيتس مع كيدني ديزيز. الكومبليكيشن طبعا هيبقى فيه فلويد ريتينشن لانه خلاص انا مش عارفه الكيدني مش هتشتغل كمان في هاي بلاد بريشر وكل ده يؤدي الى فلويد ريتينشن اديما في الارمز والليج وبالمونري كمان اديما هايبر كاليميا البلاد غير ان الدايابيتس اصلا بيؤدي الى كارديوفاسكولار ديزيز كمان الكيدني ديزيز هيزود الطينه بله عشان رين انجيتنس سيستم دامج الفاسل اوف الريتينا قلنا ازاي الدايابيتك نيفروباثي ريتينوباثي هيحصل بروبلم ريليتد الفود سورس والاريكتايل ديسفانكشن والدايريه وكل الحاجات دي بسبب المايكرو انجيوباثي اللي حصلت والماكرو برضو. طيب وبريجننسي كومبليكيشن ريفرسال دامج تو الكيدني واند ستيج كيدني ديزيز وخلاص والشخص هيدخل في كيدني فيلير يحتاج دياليسيس بعد كده او كيدني ترانسبلانتيشن. البريفنشن ازاي ان انا هبدا احاول ان انا اكنترول الجلوكوز بلاد ليفلز بتاعتي هكنترول البلاد بريشر ويذن النورمال ليفلز لو كنت شخص سموكر اوقف السموكينج وابدا اتبع ايه هيلثي لايف ستايل وده طبعا كلام ايه يعني كلام كده اقرو يعني باي سنس. اخر اوبجكتيف انا هشرحه هو الاكيوت كيدني انجري. خلينا في الاول نعرف يعني ايه اكيوت كيدني انجري. ده شخص خلال 48 ساعه خلال يومين بدات الفانكشن بتاعت كيدني عنده تقع الجلوميرولار فلتريشن يقع الاقي ابص على السيرم كرياتينين عنده الاقيه عالي جدا جاي بقى يشتكي ان هو بقاله مثلا يومين مش بيورينيت او مثلا كميه اليورين قليله جدا يعني عنده اليجوريا او انيوريا. الشخص ده مهم جدا ان هو يتلحق عشان وابدا اعالج الكوز عشان قبل ما يدخل في مين قبل ما يدخل في رينال فيلير واند ستيج رينال فيلير وخلاص ما اقدرش اعالج المشكله اللي حاصله. طيب الكوزز بقى بتاعه الاكيوت رينال انجري بتتقسم بطريقه تسهل علينا حفظها. لا اما الكوز اللي عمل رينال انجري يبقى حاجه بره الرينال بسميها بري رينال كوز او حاجه في الكيدني نفسها بسميها رينال كوزز او حاجه بعد الكيدني بسميها بوست رينال كوز. طيب نيجي اول حاجه للبري رينال كوز ده عباره عن ايه. ده اي حاجه هتقلل لي البلود بروفيوجن الواصل للكيدني سواء كانت هايبوتنشن ديهايدريشن وديهايدريشن كان سبب هايبوفوليميا او كان سببها بيرنز قللان البلود بريشر بسبب مثلا هارت بروبلمز شوك سبسس اي حاجه قللت لي وقعت لي البلود بروفيوجن اللي واصل للكيدني فهيبدا يحصل عندي اسكيميا للكيدني وادخل في اكيوت رينال انجري. طيب في الملخص بقى ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي كده.
مثلا مثلا شخص الدايريتك اوفر يوز مثلا شخص عنده دايابيتس وصل كمان للدايابيتك كيتو اسيدوزس دي عماله بقى انزل شخص يعني عمال ينزل ميه 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 فبالتالي هيحصل عنده هايبو فوليميا. شخص عنده هيموريدج بيرنز دايريا فوميتين كل ده حاجات تؤدي الى ايه الى دي هايدريشن وقللان البلود فوليوم وبالتالي قللان البلود بروفيوجن الحاصل للكيدني. او شخص مثلا بيستخدم ايس انهيبيتورز انجيوتنسين ريسبتور بلوكر كل الحاجات دي هتؤدي الى ايه هتؤدي الى فازو دايليتيشن فبالتالي هتقلل البلود بريشر فبالتالي هتقلل البروفيوجن البلود بروفيوجن الواصل للكيدني. او سيستميك فازو دايليتيشن قلنا بسبب مثلا شوك سبسس دراج اوفر دوز وهكذا. ده بالنسبه لاول حاجه اللي هي البري رينال كوزز قلنا ان هيحصل اسكيميا في مين في الكيدني بسبب قلان البلاد بروفيوجن. تاني حاجه عندي الرينال كوزز. الرينال كوزز دي بتتقسم لايه زي ما قلنا جلوميرولر تيوبولر وانترستيشيال وفاسكولر. جلوميرولر اتكلمنا عليها باستفاضه يعني اظن اتكلمنا على الجلوميرولر ديزيز باستفاضه. بالنسبه بقى للتيوبولر وانترستيشيال ايه اللي ممكن يؤدي ل يعني تيوبولر انجري او انترستيشيال؟ اشهر الاسباب اللي بتؤدي الى التيوبولر انجري هي دراجز توكسينز ممكن كمان اللي هو prolonged hypotension او الاسكيميا تؤدي للتيوبولر انجري. بالنسبه للانترستيشيم غالبا اكتر سبب واشهر سبب يؤدي الى بايلونيفرايتس وانترستيشيال انجري رينال انجري هي الانفكشنز والانفلاماتوري ريسبونس. نيجي بعد كده لاخر حاجه البوست رينال كوزز. ده بقى مشكله سدت اليورين باثوي مثلا مثلا كانت ستونز في الكيدني كانسر يورينري بلادر كانسر او حتى بيناين بروستاتيك هايبربليزيا سيرفايكال كانسر لو كانت فيميل مشكله مثلا في الفالف بتاعت اليوريثرا اي حاجه هتسد الباثوي بتاع اليورين فلو فهيحصل في الكيدني هيدرونيفروزز هيبدا بقى اليورين مش 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 قادر يطلع فايه اللي هيحصل هيبدا بقى يتجمع ويرجع ويتجمع في الكيدني ويعمل لي كيدني انجري وكيدني دامج. دي هي الكوزز بتاعه مين بتاعه الاكيوت كيدني انجري. لقينا البوست البوست رينال غالبا بتبقى obstruction distal to the kidney لا اما تبقى extra renal obstruction زي ال benign prostatic hyperplasia neuronergic bladder مش عارفه bladder مش بتعرف يعني مشكله في ال nerve supply لل bladder او مثلا في bladder paralysis او اي حاجه bladder مش عارفه تفضي اللي جواها او cancer intrarenal or stones clot tumors ال obstruction ده هيؤدي الى ايه هيؤدي hydronephrosis وبالتالي acute renal injury. طيب نيجي بعد كده نتكلم على ال diagnosis. عندي اول حاجه طبعا هبدا اخد هيستوري من العيان وطبعا هيجي لي بقى بالسيمتومز اللي احنا قلناها من شويه ان هو اليجوريا او انوريا وطبعا فاتيج ونوزيا وفوميتنج وكمان ممكن الاقي عنده اديمه وهو بيشتكي ان هو تخنان هو في الواقع ميه متخزنه تحت جلده. غير كده بقى انا هبدا اخد منه هيستوري هل بياخد دراج معين هل في ديزيز معين تاني بيشتكي منه هكذا يعني فيزيكال اكزاميشن. انا هبدا بقى اشوف البلود بريشر بتاعه عامل ازاي هشوف الانتروفاسكولار فوليوم عنده عامله ازاي لو كان عنده سكين راش فده بيانديكيت مثلا اوتو ايمين ديزيز او بيانديكيت ايه سيستميك ديزيز. لابوراتوري ايفالويشن طبعا انا هبدا اشوف السيرم كيراتينين ليفلز هلاقيها عاليه خلال 48 ساعه السي بي سي ممكن الاقي شيستوسايتس شيستوسايتس دي مثلا انديكيتيف لمين للهيموليتيك يوراميك سيندروم او الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا ده يعني شخص عنده اكيوت هيموليتيك انيميا يعني. اليورين اناليسيس طبعا دي بتبقى مهمه جدا ان انا انديكيت بيها الاكيوت كيدني انجري عشان اشوف بيطلع الشخص ايه ايه في موجود ايه في اليورين
الشخص بيطلع اليورين اوتبوت بتاعه قد ايه وهكذا. يعني في حاجه بسميها فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، ده مهم جدا ان انا اعرف الكوز هل هو بري رينال ولا رينال، لانه لو كان اقل من واحد، نسبته اقل من 1%، فده معناه ان الكوز قبل الكدني بري رينال. لكن لو لقيته اكتر من 2، فبالتالي ده معناه ان في مشكله في الكدني نفسها. الالتراسونوجرافي مهمة جدا، ان انا مثلا لو شخص كبير هقدر اعرف ايه انه وعملت له التراسونوجرافي ممكن اشوف الابستراكشن بعيني بسبب مين، بسبب البناين بروستاتيك هايبربليزيا. رينال بايوبسي بقى دي بتساعدني ان انا ادياجنوز الرينال كوز، وطبعا باكسكلود بيها البوست رينال والبري رينال كوزز. طيب احنا طبعا اتكلمنا على الكلينيكال بريزنتيشن واحنا بنشرح. نيجي بقى الحاجه مهمه جدا، هي دي انتوا قروها بس احنا يعني في وسط الشرح قلناها. يعني شخص مثلا لو ايه هي الدياجنوستيك تيست اللي هتساعدني ان انا اوصل للكوز او سبب الديزيز اللي ادى الاكيوت رينال انجري. انكا فاكرين انكا قلناها في ايه؟ قلناها في الشخص اللي عنده اللي هو بروجريسيف رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفريتس، يعني كان عنده انكا عالي ده معناه فاسكولايتس ادى رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفريتس. شخص عنده انتي جي بي ام برضه، ده اللي هو انتي جي بي ام انتي بودي اللي هو هلاقي جاي عنده نيفراتيك ديزيز مع بالمونري ديزيز عشان عنده جود باستشر سيندروم. فاكرينها اي اس او تتر عالي. ايه الاس او ده؟ الانتي ستريبتولايسين. ده معناه شخص كان عنده اسمه ايه ده ستريبتوكوكال انفكشن ادت لبوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. السي كي ليفل دي مهمه، السي كي ليفل عاليه والمايوجلوبين عالي، ده رابدومايلوزز. ايه رابدومايلوزز ده؟ ده شخص بدات الماسلز عنده تتكسر بسرعه، سواء كان بقى سببها تروما، سواء كان ميتابوليك كوزز ان هو انتنسيف اكسرسايز اسكيميا للمصل، ايا كان السبب ايه المصل فايبر عنده بدأت تتكسر، فبالتالي هتطلع لي مين؟ السي كي اللي هو الكيراتين كاينيز هيعلى والمايوجلوبين هيعلى. المايوجلوبين ايه مشكلته؟ انه هيروح يعمل ابستراكشن للتيبيولز بتاعت الكيدني، فبالتالي هيعمل لي اكيوت كيدني انجري. البي اس اي عالي، ده معناه في عندي لا اما بروستاتيك كانسر او بروستاتيك ايه هايبرتروفي. ده غالبا هعمله لما شخص كبير يجي يشتكي ان هو مش بيورينيت كويس. اليوريك اسيد ليفلز لما تعلى، ده هيجي في بالي على طول مين؟ تيومر لايسيس سيندروم. ايه تيومر لايسيس سيندروم ده؟ ده شخص عنده تيومر بدات اعالجه بالكيموثيرابي. ايه اللي بيحصل بقى؟ انه التيومر سيلز هتبدا تتكسر تطلع لي كل اللي جواها. طبعا التيومر سيلز زي اي سيلز جواها دي ان ايه، دي ان ايه لما بتتكسر دي بايرينز وبايريمدينز. البايرينز دي النهايه بتاعتها هتديني ايه؟ يوريك اسيد. اليوريك اسيد هيروح يتجمع في الكيدني ويعمل لي ايه؟ كيدني كريستلز كده، ويعمل لي ستونز تؤدي الى اكيوت كيدني انجري. إزينو فلوريا، ده معناها شخص عنده ايه؟ عنده انفكشن. هي يشتكي عنده فيفر راش، وهلاقي ممكن ابص على بما انه انفكشن مين اللي هيتأثر؟ انترستيشن بتاعت الكيدني. هلاقي عنده الارجيك انترستيشن نفرايتس. شخص عنده هيمولايسيس، هلاقي بصيت في السي بي سي بتاعته، او بصيت في شكل بصيت في البلد بتاعه لقيت عنده مين؟ لقيت عنده هيمولايسيس كتيرة، لقيت عنده سيستوسايتس. ده معناها انه ممكن يبقى عنده مين؟ الهيموليتيك يوراميك سيندروم، الثرومبوتيك ثرومبو سايتوبينيك بيربرا، اي اوتو اميون ديزيز تاني ادى الى مين؟ ادى الى هيمولايسيس. طيب هيدرونيفروزز، لو انا عملت التراسونوجرافي وشفت هيدرونيفروزز نفروزز في الكيدني، ده معناه انه في اوبستراكشن حاصل. ابدا بقى ادور على سبب الاوبستراكشن ايه. لو حاجه مهمه جدا، ايه ان ايه عالي، ده معناه ايه؟ ان ايه ان ايه عالي عنده اوتو اميون ديزيز مثلا سيستميك لوبس اريثروماتس. شخص عنده مونوكلونال سبايك من مونوكلونال سبايك، ده بشوفه فين؟ في المالتيبل مايلوما. وكلمنا على المالتيبل مايلوما واحنا بنتكلم على جلوميرولونيفريتس بيحصل ازاي.
باقي ما قلناهوش. بوزيتيف اتش اي في تيست ده شخص مثلا جاي انا حاسه عنده هاي ريسك لي اتش اي في انفكشن وجاي باعراض مثلا ايا كان نفرابثي جاي باعراض رينال انجري او كده، انا ممكن اتوقع ان هو عنده ايه، عنده اتش اي في نفرابثي. لو شخص عنده بوزيتيف بلاد كلاستر ممكن انا اتوقع انه عنده اندوكاردايتس، خصوصا كمان لو كان عنده هيستوري من الانتروفينس دراج يوز او ريسنت انفكشن. في حاجه بقى انا قصدت ان انا اسيبها للاخر، هي انكريزد انايون جاب وذ انكريزد اوزمولر جاب. ايه الاثنين دول؟ ايه الانايون جاب والاوزمولر جاب؟ في الواقع الاثنين دول احنا بنستخدمهم عشان نشوف ايه، عشان اشوف الاسيد بيز بالانس اللي موجوده في الجسم. الانايون ايه الانايون جاب ده الفرق ما بين الكاتاينز الموجوده في الجسم والانايون. هو ليه بيزيد؟ هو بيزيد في حالات الميتابوليك اسيدوزز، يعني مثلا نفترض انه الكيتو اسيدز كتيره في الدم. البافرنج سيستم، عشان عندي بافرنج سيستم في الدم ايه اللي هيحصل؟ اللي هو مثلا البايكربونات اللي موجود، الهيدروجين هيروح يتعت مع البايكربونات ويعمل لي بايكربونيك اسيد، فبالتالي الانايونز الجزيئات السالبه في اللي في الدم هتقل، فبالتالي الانايون جاب اللي بتوين الانايون والكاتاين والانايون اللي هيحصل له هيزيد، الانايون جاب هيزيد. فده يدي مؤشر انه في ميتابوليك اسيدوزز. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ اللاكتيك اسيدوزز، الكيتو اسيدوزز، حتى كمان دايابيتيكس كيتو اسيدوزز، الالكحول زي مثلا الايثايلين جلايكول والميثانول البويزنينج بتاعهم. يعني الاوزمولر جاب ده بقى ده الفرق ما بين الاوزمولاليتي اللي انا بقيسها في المختبر والاوزمولاليتي اللي انا بحسبها بالحسابات، لانه بتبقى فيه مولكيولز تانية انا مش حاسبها في الحسابات، فلما الاقيها الفرق ما بين الاوزمولاليتي الميجرد في المختبر مع الاوزمولاليتي ناقص الاوزمولاليتي الكالكوليتد، الفرق ما بينهم كبير كبير، ده معناه انه كان في حاجه في الدم انا مش عارفاها، هبدا ادور بقى، وغالبا بتبقى مين، ايثايلين جلايكول او ميثانول. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم على اهم حاجه اللي هي الكومبليكيشنز، بقسمها اكيوت كومبليكيشنز وكرونيك كومبليكيشنز. الكومبليكيشنز دي بتحصل عشان اولا الامبالانس بتاع الالكترولايت اللي حاصل والاسيد بيز امبالانس، الدنيا بايظه خالص، وعشان الفوليوم اوفرلود اللي هيحصل والفلويد ريتينشن اللي حاصله. اول حاجه بسبب الاوزمو ريجوليشن والفلويد البيلد اب، هيحصل له بيلد اب في الجسم، هيبدا عندي يحصل فوليوم اوفرلود، بالتالي هيؤدي الى ايه، الى هايبرتنشن، ممكن يؤدي الى كارديوفاسكولار ديزيز وهارت فيلير. بس هارت فيلير ده يعتبر كرونيك كومبليكيشن. تمام. اول حاجه هايبرتنشن، كارديوفاسكولار سيستم بروبلمز، وهيمو دايليوشن. غير كده بسبب الفوليوم اوفرلود ده هلاقي عندي ايه، اديما، الفلويد هيبدا يدخل بقى يعدي من الفيسل ويدخل تحت الجلد ويعمل لي كمان، ممكن يعمل بالمونري اديما او افيوجن زي الاسايتس والبيريكارديال افيوجنز. المشاكل بقى بسبب الالكترولايت والاسيد بيز امبالانس بتحصل ليه؟ بتحصل اول حاجه ممكن الاقي ميتابوليك اسيدوزس، طبيعي جدا لانه الكيدني مش قادره تقوم بالبافرنج فانكشن اللي هي كانت بتقوم بيها. طيب فبالتالي الشخص هيبقى عنده ايه، تاكيبنيا. ليه؟ عشان يحاول يتخلص من الاسيديتي دي عن طريق مين، ان هو يزود الريسبيراتوري ريت. الهايبر هلاقي كمان هايبركاليميا، تتمثل في ايه؟ تتمثل في ماسل ويكنس باراليسز والاي كي جي او الاي سي جي ابنورماليتيز. طيب هايبر يوريسيميا ممكن يجي لعيان عنده مشاكل زي الجاوت. يوريميا طبعا بقى دي بقى اللي بتؤدي الى كل السيمتومز المعروفه بتاعه الرينال انجري زي الانيروكسيا، نوزيا، فوميتنج، جي اي تي السرز، بليدنج، وانسومنيا، كونفيوجن، فاتيج، انسفالوباثي، وكوما. الكرونيك كومبليكيشن زي ما قلنا هارت ديزيز دي تو الفوليوم اوفرلود والالكترولايت امبالانس، وكمان ممكن توصل لايه، لهارت فيلير اكيد طبعا. بون ديزيز، بون ديزيز لانه احنا عارفين الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي بيحصل فين، بيحصل في
في الكدني، فبالتالي مفيش فيتامين دي كفاية. كمان غير كده الهايبر فوسفاتيميا اللي بتحصل والهايبوكالسيميا والهايبر يوريسيميا اللي بيحصلوا بسبب ان الكدني مش شغال عادل، ومش عارف مش عارفة يعني مش عارفة تكمبنسي، يعني خلاص الكدني باظت، فكل الحاجات دي اتلخبطت نسبتها في الدم. انيميا ري انيميا عشان الاريثروبايتين 80% منه بيطلع من الكدني، الكدني باظت، هل هقدر اطلع اريثروبايتين ار بي سيز دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل؟ مش هعرف اكون ار بي سيز جديده، فبالتالي انيميا. و طبعا 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 بالنسبه للكدني اخر حاجه الكدني توصلها ان ستيج كدني ديزيز، كدني فيلير، هحتاج بقى ادخل في مشاكل بقى في حاجات تانية زي الدياليسس، الانسان الشخص يبدا بقى يغسل، الغسيل ما ينفعش، يبدا ايه حلول تانية زي الترانسبلانتيشن. طيب انا كده الحمد لله خلصت كل الاوبجكتيفز وخلصت شرح الحاجات المهمه، باقي بقى ايه؟ باقي المانجمنت والبريفنشن. الصراحه يعني هو من الشرح يعني هيبقى متوقع الحاجات دي، انا بس مش حابه اخد وقت من الفيديو عشان ما يطولش اكتر من كده، واتمنى اكون يعني قدرت افهمكم. لو احتجتوا اي سؤال انا تقى طارق الفرقه الثالثه، وشكرا جدا.